بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. رحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج الديوانية على شاشة الرياضية السعودية. بإمكانكم المشاركة معنا على حساب القنوات الرياضية السعودية في تويتر عبر هاشتاغ الديوانية الظاهر أمامكم. أبدأ بالترحيب بضيوفي في حلقة اليوم، الأستاذ صالح الطريقي. إبراهيم أهلا وسهلا فيك. هلا حياك الله. الأستاذ عبد الكريم الزامل أبو حسام أهلا وسهلا. حياك الله أخوي أبو نواف وأيضا الزملاء الكرام والمشاهدين الأعزاء. نقول الحمد لله على السلامة أبو صقر أهلا. الله يسلمك، حياكم الله، الله يمسيك بالخير. كابتن عبد الله خقير مشرفنا ومنورنا. الله يسلمك. للحين رئيس الوحدة ولا في تراجع؟ لا 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 ما في شيء، إن شاء الله في. ها؟ إن شاء الله. الهزيمة الأخيرة ذي ما تخليك تفرمل شوي؟ لا 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 لا. وليش وقفت طيب؟ خذيت لك كذا لا لا وقفت. انت فاجأتني، تبغاني افاجئك كمان؟ انا عندي موضوع بتكلم فيه، ها بكسب اللحظه لانه في موقف حصل في حلقه قبل ثلاثه حلقات اربع حلقات. ايه جيت على نادي الوحده بقوه، مع انك استاذ محمد ما شاء الله تبارك الله، يعني حتى عند الوحداويين وعند الرياضيين في المملكه ما شاء الله تبارك الله، بس جيت علينا جامد كذا. ما لحقت هزيمة الباطن. أنا أتقبل يا حبيبي، أنا لا أتقبل لا أي شيء. ما شاء الله أبو محمد. لا أنا أتقبل أي شيء، بس أنا تكلمت في واقع. من حقك، من حقك. وأنا ممكن أناقشك برضو. إيه عادي. وحاورك. وأنا أتقبل هذا الموضوع بكل صدر الرحب، لكن أنا أرجع أقولك تكلمت بواقع. وحدة نازل طالع نازل طالع بأكثر من خمسة. من أكثر من أكثر من خمسة إدارات في 10 سنوات. هل الكلام هذا اللي أنا قلته خطأ يا كابتن عبد الله؟ شوف الحقيقة أنا أوضح لك، نحن كنا فين؟ في سنة كنا في 2006 كنا المركز الثالث، في سنة برضو جينا كابتن حادم لعبنا على كأس ولي العهد، الهلال كسب الكأس إن كانت تفتكروها. الموسم اللي جينا فيه برضو واشتغلنا 8 شهور فقط بس كنا المركز السادس، أخذنا الفريق من الدرجة الأولى. مشكلة مكة الصراعات هذه الأزلية زي ما تفضلت أنت، وبتقول إنه فينكم وفينكم 30-40 سنة كل الإدارات فاشلة. احنا إدارات أنا ما قلت فاشلة، أنا ما تطلع مني هالكلمة ذي. أنا فاشلة ما فاشلة مو بنا اللي قيم الناس، أنا قاعد أشرح لك واقع موجود في أندية صعدت وثبتت نفسها لا تملك تاريخ الوحدة ولا تملك المقومات اللي موجودة عند نادي الوحدة. ليش ما نقول الاستقرار الإداري؟ نحن اشتغلنا 8 شهور. طيب أنا هذه مشكلتكم. طيب أنا هذا اللي أقوله، اجلسوا مع بعض حلوها. نحن حلوها. الكبير في مكة لما كان في عندنا كبير الله يرحمه الدكتور محمد عبدي أماني زمان، الأمير عبد المجيد كان برضو في فترة جاء كده ترأس أعضاء شرف الوحدة، ولاحظ الفترة اللي بيكون عندنا كبير بيكون نادي الوحدة في القمة وبيقدر يحصل إنه يسوي إنجاز. إيه استقرار. جبنا الاستقرار، جبنا المركز الثالث أيام الأمير عبد المجيد، أيام أبو ناصر رجعنا الفريق للشكل الثاني. يعني في كده موقف، يعني أنت كده زي اللي بتهضم حق إنه نادي لا الوحدة. لا لا. عفوا انت لما تجي تحصر الموضوع في مرحله اشهر هنا انت اللي تهضم حق الوحده مو بانا. حق الوحده مفروض يكون اكبر من كذا بكثير. حق الوحده مفروض يكون من الانديه الثابته في دوري المحترفين. حق الوحده مفروض يكون يستحق اداره مستقره متفاهمه مع بعض. حق الوحده اشياء كثير. انا من خلال برنامجك هذا اللي ما قلت هذا الموضوع عبد الله، انت مرشح نفسك للرئاسه قلت لك ايوه. ايه؟ لانه انا بتكلم انه ابغى افهم انه الكره صناعه، الان الرياضه صناعه، الرياضة بشكل عام. إيه؟ كرة القدم صارت صناعة. موضوع الانتماء والموضوع انه الابناء والمنطقة انتهى الزمان هذا في كرة القدم. ماشي، خليني ارحب اول شيء تكمل الترحيب. معليش انا ما بغيت اقطع وخليتك تاخذ راحتك. الاستاذ عبد صرت عند الجمل لخبطك ضيعنا. اي ضيعنا. انا بغيت ارحب مرة ثانية. جاء علي على الوحدة لا تيجي على مكة. الله يحييك وسعيد بتواجدي معك بنواف ومع الزملاء الكرام ومشاهدي قناة الرياضية السعودية. الأستاذ حسين الشريف حياك الله. أهلا وسهلا أبو نواف، أمس عليك ومس على الضيوف وعلى فريق عمل البرنامج والمشاهدين والمشاهدات. عموما ترى في غيابك صارت أشياء كثير نبغى الرد منك فيها بس في الوقت المناسب. خلونا نشوف الأخبار السريعة ونرجع نناقشها مع ضيوفنا. طلبت إدارة نادي الهلال من الاتحاد السعودي لكرة القدم إفادتها عن عمل تقنية الفار في مباراة الشباب والهلال ضمن دوري روشن السعودي، كما طلبت إدارة الهلال بحسب ما ذكرته صحيفة الرياضية تزويدها بالمحادثة بين حكم الفار ومساعده بعد عدم احتساب ركلة جزاء لفريقها وعدم التدخل في حالة الطرد.
تنطلق اليوم الأحد الجولة 23 من دوري روشن السعودي، والتي تشهد 4 مواجهات يلتقي فيها التعاون بالاتفاق، في حين يحل الباطن ضيفا على أبها ويستضيف الفيحاء نظيره النصر، وفي آخر المواجهات يلتقي الوحدة مع المتصدر الاتحاد. أعلن نادي النصر غياب لاعبه سامي النجعي لمدة 4 أسابيع بعد إصابته بتمزق في الرباط الداخلي للركبة، وكان النجعي قد غادر مباراة فريقه أمام العدالة للإصابة في المباراة التي كسبها النصر 5 أهداف دون رد. ذكر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أنه من المتوقع استمرار الثلاثي كريم بنزيما ولوكا مودريتش وتوني كروس مع ريال مدريد وتمديد عقودهم مع النادي بنهاية الموسم الجاري. يذكر أن الثلاثي ارتبطت أسماؤهم بمفاوضات مع أندية سعودية. كانت هذه أخبارنا السريعة في هذه الحلقة. أنتظر تعليق ضيوفي لأي خبر شدهم. إيه أنا بالحقيقة الخبر الأول يمكن تداعيات مباراة البارحة. بالله إذا كان موضوع التحكيم والهلال هذا عندنا محور خاص فيه، إذا في من الأخبار الثانية. لا هذا حاطينه من ضمن الأخبار. أنا فاهم بس هذا بيكون موضوع التحكيم موجود. الاستماع للتقنية برضو من ضمن موضوع التحكيم. فإذا فيه موضوع آخر. أنا اسمح لي أعلق على موضوع تصريح أنشيلوتي. أي تفضل. طبعاً إحنا سمعنا في الفترة الماضية إنه أخبار تؤكد يعني إنه انضمام بنزيما أو مودريتش أو حتى غروس، يعني الكل يدلي بدلوه في هذا الموضوع. اليوم لما يطلع شخص مثل أنشيلوتي، يعني أنا أتصور يعني هنا يمكن في التقرير اللي ذكر من المتوقع، لكن أنا أتصور إنه الرجل هذا يدرك قيمة هذا الثلاثي وشايف إيش اللي قاعدين يعملونه سواء في دوري أبطال أوروبا أو سواء في دوري أسباني. فأنا أتصور إنه الأخبار اللي نسمعها الآن قدوم فلان وعلان في شريحة كبيرة يا أبو نواف ترى للأمانة ترى يعيشون وهم ويعيشون يتعشمون في أخبار فلان وأخبار علان وهذا ثقة وهذا مصدر قوي وسجلوها علي ومن هالكلمات اللي نسمعها بين فترة وفترة وتأثر عليهم يعني لدرجة أنك أنت ممكن تفقد مصداقيتك. لذلك أنا أقول يعني حتى أنت وانت إعلامي ولك صيتك ولك معرفتك ولك علاقاتك ويمكن حتى قربك مع يعني مسيري النادي اللي أنت ميله، ما يجب انك تخوض في هالمسائل وانت مجرد على قولتهم تطبق مقوله الناقل ثقه. انا اثق في هذا الامر. اليوم لما يطلع زي أنشيلوتي احنا نقول هو قال من متوقع، لكن انا اتصور والعلم عند الله وحده ان هذا الثلاثي مثل ما ذكر أنشيلوتي انه باقي في اوروبا، ولا اتصور انه اي بس يا ابو صقر التوجه فيه استقطاب نجوم عالميين. كيف؟ في التوجه استقطاب نجوم كبيره وعالميه راح يجي للدوري السعودي. اي بس هل التوجه يعني هل التوجه انتهى؟ والشيء الاكيد ان في مفاوضات مع معظم المفاوضات مفتوحه للجميع مع معظم الاسماء. انها تنجح هذه المفاوضات او ما تنجح هذا في علم الغيب. لا احيانا بس في فرق لما تقول نجاحها مرتبطه بالنادي اللي يلعب فيه. شوف دائما مثل هؤلاء اللاعبين النجوم الكبار اللي يبحثون عن ارقام في بطولات اوروبا ومع الانديه الكبيره، طبعا عنده بالدرجه الاولى يفضل البقاء، وبما أن ناديه قد يرغب فيه وبسعر يعني قد يكون مقارب للي هنا أو أقل بشيء حيفضل البقاء، وبالتالي في مفاوضات. فعلا في مفاوضات. أنا أتحدث عن أنا أتحدث يا أبو حسام عن شريحة اللي يطلع ويقول لك بين قوسين سجلوها علي الموضوع انتهى. ترى هذا موضوع مستفز. أنا موضوع سجلوها علي هذا موضوع مستفز. أنا بس أتحدث عن الشريحة، قضية أنه مفاوضات. أنا الحين لو قلت لك أنا أعرف ان اللاعب الفلاني اللي يلعب في النادي الشرقي، انا من الشرقيه اعرف ان النادي العاصمي قاعد يفاوضه، لكن ما اقدر اقول سجلوه علي ترى رجال يمكن عنده بالفعل كلام بصقر صحيح بيقفل شنطته وبيمشي. يعني انت قاعد تشوف الفتره الاخيره يعني خاصه مع ارتفاع السقف في استقطاب لاعبين بعد مجيء كريستيانو، يعني بعد مجيء كريستيانو خلاص، وبعد التصريحات اللي هي الرسميه من وزير الرياضه انه هناك صفقات بنفس القيمة، يعني بنفس القيمة
الفنية لهؤلاء اللاعبين قادمين للأندية السعودية. بس اللي اتطرق له أبو صقر بالفعل هو حقيقة، يعني أنت قاعد تعيش تلعب على عاطفة الجمهور وتعيشه أن أنت بين الوهم. يعني أنا الكثير من الأخبار المتداولة باستقطاب هؤلاء اللاعبين وأنه خلاص عملية الجزم، أنا عادي أنه تقول أنه لاعب والله النادي السعودي بيتفاوض معه، أكيد إحنا عارفين أنه الآن مقبلين على طفرة باستقطاب لاعبين عالميين أسماء، لأنك أنت عارف التوجه أصلاً وعارف أنه هناك توجه رسمي برفع قيمة الدوري السعودي وجعله وجهة عالمية. لكن هذا لا يعني أنك أنت تلعب على عاطفة الجمهور. يعني لما يجيني مثلاً لاعب زي مثلاً زي ميسي ولا بنزيما ولا مودريتش، يجيني واحد مغرد أو حتى صحيفة محلية وتكتب خبر والله أنه خلاص تم الاتفاق بشكل قاطع، يعني أنا حدثت موضوع ميسي أجل سجلها علي ميسي خلنا أتكلم لا أتكلم موضوع أتكلم موضوع ميسي. موضوع ميسي يعني خاصة يمكن الأسبوعين الماضية خلاص أنه خلاص جاي وجاي للهلال. أنا يعني لبسوا البشت أنا أتواصل مع إدارة الهلال مع المسؤولين في إدارة نادي الهلال. يعني هل تتصور أنه ممكن مغرد عادي أو حتى صحيفة تجزم بأن هذا الخبر وإدارة الهلال ما تعلم؟ إدارة الهلال ما تنفي، تقول بس والله النسبة 50-50. يعني الإدارة المعنية بهذا الموضوع مثلا ما تجزم بهذا الشيء. فأنت قاعد ما ننكر في مفاوضات، وأنت عارف زي ما قلت في البداية، بس أنا اللي أكد عليه موضوع بصقر أنه أنت لا تعيش الجمهور في الوهم. خاصة أتحدى أي واحد يقدر يجزم والله أنه هذا اللاعب جاي، ما تقدر، لأنه مسار المفاوضات هذه طبيعية يا أبو عبد الرحمن. في الإعلام ممكن تغير في أي لحظة في الإعلام طبيعية، أنت اشتغلت في الإعلام وتعرفه، عارف هذه طبيعية. حتى الوكالات العالمية تبث مثل هذه الأخبار، هذه يعني تبث في طبيعي. هذا الوكالات العالمية ما تقول سجلوها علي، الوكالات العالمية يا سلام الوكالات العالمية تبي إثارة يا أبو حسام، تقول والله في مفاوضات، الوكالات العالمية تبي إثارة يا أبو حسام. ميسي إن شاء الله بيجينا، بس اصبر سجلها على البشت، أنا متسجل هذه عليه. سجلها عليك؟ لا سجلها عليك. دقيقة. تفضل. إذا كان مدرب الإيطالي مدرب ريال مدريد أنشيلوتي يتحدث يقول من المتوقع ما أجزم. فهذا دليل الوعي الشخص أو المتحدث أو المدرب. إن ممكن المدرب اللاعب يستمر يمكن ما يستمر، لكن هو كمدرب أبدأ وجهة نظره. إحنا الآن نتكلم على ليش الإعلام السعودي أو المغردين أو ما يكتب في وسائل التواصل الاجتماعي إنه أجزم في الموضوع هذا. قد تكون رقابات، وقد تكون أحيانا في نقطة ربما غافلة عن جميع بعض رؤساء الأندية اللي يلقى ضغط من ناديه يبحث تفريق إنه إحنا والله مفاوضنا، إحنا قريبنا نخلص الموضوع مو بيدنا، أصبح عند الداعمين لهذا الصفقة. فتبدأ الإعلاميين يتحدثون بهذا الجانب، لكن الموضوع مو موضوع إنك أنت جاء إعلامي أخطأ في التقدير وقال أنا أحسبوها علي وسجلوا علي. إحنا نتكلم هل فعلا الأندية السعودية حتستقطب نجوم بهذه الأسماء الكبيرة؟ وهذه الأسماء الكبيرة إيش حتضيف للأندية وإيش الاستراتيجية حتلعب فيها؟ يعني وجدنا رونالدو حق نجاح كبير على مستوى التسويق، لكن على المستوى الفني ربما ما يكون ذاك المستوى. لكن الأسماء القادمة فين حتلعب؟ إيش المتوقع منه اللاعبين حيكون؟ ربما يكون ميسي هو الأقرب، أنا لا أعلم، لكن هناك رؤية لاستدراج النجوم العالمية للدوري السعودي. هذا المهم، الإعلامي اجتهد، ربما إعلامي أحيانا يعبر رغبته الشخصية يتمنى اللاعب ناديه فهو يجزم على الكلام هذا، لكن هذا مو هدفنا. هدفنا إيش الاستراتيجية اللاعبين الأجانب اللي يضيفونها للدوري السعودي. ماشي، تفضل أبو إبراهيم. طبعا أولا ملاحظة، ما جد الآن هو مواقع التواصل. أول أعمل لكم فلاش باك، ترجعوا أيام الصحف في الصيف، الأخبار اللي تنشرها الصحف عندنا عن اللعيبة اللي يتفاوضوا معاهم واللي وقعوا وبعد ما يذكروا 100 واحد يمكن تضبط واحد يقول كما توقعت الجريدة. بالتالي هذا كان أول موجود، الآن صار أكثر بسبب مواقع التواصل. أضف إلى ذلك ثقافة الجماهير فرضت نفسها. فين ثقافة الجماهير؟ ثقافة الجماهير هي معلي ما يزعلوا مني، هي طفولية. مثل الآن النصر كأنه
راعي بيت أبوهم جاب بنت لي، جنبهم بيت ثاني بزرانه يبغوا بنت لي مثله، جب سيارة مثله، وبدأت الضجيج. أضف إلى ذلك أنه لها تسويق في تويتر، عندما يكتب واحد أنه ميسي جاي تلاقي اللي يردوا ريتويت وهذا كثير، بينما لو قال أنه ما حيجي ما حد حيعبره. بالإضافة إلى أمر مهم وأنا ودي أتطرق له حول ميسي بالذات وطرحه للهلال، أنا أعتقد أنه على الهلال أن يفكر هل يحتاج ميسي ويدفع 1,600,000 تقريبا، قالوا 600 مليون ريال، 400 مليون يورو، أو 400 مليون يورو في السنة. هل يحتاج ميسي أم أنه يحتاج إلى تجديد جلده، يحتاج إلى حارس؟ عبد الله معيوف ربما ما يكمل معك السنة الجاية، كبير في السن، عندك ظهير وسناترة اثنين أيضا نفس الشيء، عندك لا يوجد لاعب في العشرينات في الفريق هذا إلا سعود، بينما الغالبية كلهم في الثلاثين. هل أصرف 1,600,000,000 ريال على لاعب، أم أصرف 1,600,000,000 على تجديد جلد الفريق؟ بس ما راح أصرف في الهلال يا أبو إبراهيم. أنا أتكلم المصلحة فين للهلال؟ لا أنا أقصد هالمبلغ لو ما انصرف في ميسي هل بيعطى الهلال؟ ما راح يعطى. أنا أتكلم أي مصلحة الهلال، أي كلام صح. يتكلم الآن على أن الهلال هو من سيقوم بدفع المليار. نبغى واقع أبو إبراهيم. الواقع أنه فيه مفاوضات الميسي أنه يجي، وأنت تقول الهلال أنا ما حتبنى هذا الموضوع أنه ميسي جاي المين الله أعلم، لكن قضية أنه نسأل أنفسنا بصراحة أنه هل احنا في حاجه ميسي ولا لا؟ انا اعتقد شوي لا لا, لا 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 اكيد اي احد محتاج ميسي. لا لا إيه؟ شوف هي هذه المشكله. إيه؟ اني وكانه محتاج ولا ما انت محتاج. إيه؟ لا انا اقول لك اي اهم. إيه؟ انك تجيب حارس وثلاثه مدافعين واثنين وسط ومهاجم ولا تجيب ميسي؟ انت محتاج جد تجيب. إيه بس انت قاعد تطرح شيء مو بواقع، انت قاعد تطرح شيء مو بواقع. الواقع يقول لك انت انه ميسي حيجي لكن الفلوس ما راح تتعوض. ما راح تتعوض انت يعني انت لو انت هل يقال للهلال اذا ما جبت لك ميسي بعطيك مليار مثلا؟ انا اتكلم كلام صح، تجديد الفريق إذا صح. اذا الاموال في يد الهلال؟ لا ما في يد الهلال. وانتم تعرفوا ما يحتاج، كلنا يعرف قولا واحدا. ما فيها قولا واحدا. من اللي تصور ان النصر او الهلال بيدفع مليار؟ يا ابو ابراهيم معليش، من اللي حيدفع؟ طيب بس عشان نعرف. الدوله طال في عمرها. من الدولة؟ يعني أنا أعرف مثلا هذا مشروع وطني. أنا أعرف النصر أعلنوا أنه إيه شراكة بينهم. ما سمعت وزير الرياضة يا أبو إبراهيم في تصريحه بأنه هناك نجوم عالميين قادمين للأندية السعودية، وسيتم وضع آلية. طيب وسيتم وضع آلية فيها. يعني ما وضع آلية، يعني هذا توجه. وضع آلية توزيع. أنا هذا رأيي في الموضوع. اما اذا نبغى شو اوكي. لا الدوله هي الدوله، لو انها من النادي بيدفعها. يعني انت شايف كريستيانو شو؟ انا في اعتقادي إيه؟ المبلغ اللي دفع على كريستيان إيه؟ لو جبت فيه 8 لاعبين اجانب إيه؟ حيكون افضل فنيا. إيه؟ تسويقيا شيء ثاني. اي هو نعم. الهدف تسويقي. تسويقيا شيء ثاني. الهدف اثنين. بس في فرق اثنين بين تسويقي وفني. اولا تسويقي. ماشي. اولا طيب. تسويقي. نسمع راي كابتن عبد الله. نفس الفكره انت قلت، انت لخصت هذا. ايش الهدف؟ الهدف تسويقي. ايه. الهدف تسويقي. طبعا. خلاص. درجة الأولى. انتهينا. ونحن خلاص تحت الأمر. نستنى لعيبه ايه بس انا ما تقدر تقول ما في فني. لا في فني، في تسويق. بس خلينا متفقين لعيبه كوره ورياضيين فنيين. إيه؟ اللاعب في قمه عطائه؟ لا مو في قمه عطائه. ميسي دحين هو إيه؟ ميسي اللي قبل كم سنه. إيه؟ اذا بعدنا التقويم الفني. لا خله يجي وبشوف كلامك بعدين. وبيعمل فارق. خله يجي وبعدين نشوف كلامك. لا يعني هذا الرجل اللي قبل 3 شهور نعم جاب كاس العالم. ولحظه، مو قضيه جاب كاس العالم هي كذا ترى ترمي. لا كان مؤثر، هو صاحب التأثير الأكبر في منتخبه ومن خلاله جاب كأس العالم. ف
فانت ما انت قاعد تقول لي واحد منتهي مثلا ولا تقول لي واحد ما عند انا لا لا لا, 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 لا انا ما اقصد كده انا ما اقصد مين اللي يتكلم انا اتكلم في الموضوع لا ويتكلم قبل 10 سنوات صح قبل 10 سنوات انا بتكلم مقارنه بين ميسي 10 سنوات صحيح لكن الان لا زال مفيد لا زال مفيد انا بيعمل فارق في الدوري بالشكل هذا انا بيعمل فارق بالشكل هذا بالنسبه للتسويق نحن نحتاج بس انا بسال برضو الارقام هذه واللاعبين هذول على كل الانديه ولا انديه معينه فين العداله هنا هذا السؤال مهم هذا السؤال اللي بطرحه من خلال برنامجك هنا واضح انت لما تدي تجيب كريستيانو وتدي ميسي هنا وتجيب إيه بس ترى كمان عبد وتجيب بنزيما ترى موضوع كريستيانو الى الان غامض ما في شيء واضح طيب وزير الرياضه لا وزير لا الرياضه وزير الرياضه نفى موضوع كريستيانو ما لهم علاقه فيه وجاء مع لقاء في السي ان الاتحاد السعودي والاتحاد السعودي رئيس النصر ورئيس النصر سالوه خلي بالك انا بروح بسافر كثير ترى الدوري السعودي صار متابع جدا 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 باسباب حضور كريستيانو يعني ناس ما يعرفوا يقابلوني وانا مسافر برا الدوري عندكم المباراه ايوه عندنا قنوات ناقله عندنا يعني اصبحوا يتابعوا بقوه وبشغف الدوري انت لما تجيب اسمين ثلاثه اربعه بس انا بتكلم علينا انت هنا نحن يعني هلال نصر وحده اتحاد اهلي اتفاق طب الباقيين هذول حياخذوا لعيبه كيف وكيف حتصير العمليه مساواه بسك سؤال لما تجيب انا بتكلم في الموضوع عبد الله احنا الان نقعد نتكلم بمثاليه زايده مثلا على سبيل المثال ميسي بتجيبه تقول تعال لعبك مثلا في الوحده بنادي ثين ولا في الوحده ولا في الباطن نادي ثين خلينا منطقيين عشان تفاوض ايه عشان يوافق ايه يجي من ضمن شروطه لازم نادي كبير نادي جماهيري نادي له قيمته ما يجي يعني زي الان ميسي على سبيل المثال ايوه كلامك صح في اوروبا لا يمكن معروف لا يمكن ينتقل حتى في اوروبا مو عندك او رونالدو لا يمكن ينتقل نادي بدون جمهور او نادي من انديه الدرجه المتوسطه او الاقل او المتدنيه مستحيله هذه عشان الجمهور لا ما ليش عشان الجمهور انت في الاساس يا عبد الله لا مو صحيح هذا عندك تسويق خليك تكمل بس ترى مو في الرياضه ترى مش في الرياضه خلاص روح الاتحاد كويس جمهور الاتحاد هو الاول في ترى التعاقد مع النجوم مو عشان الرياضه فقط لا ما ترى في امور ثانيه يعني تسويقيه تسويقيه ماشي خلينا نسمع راي ابو ابراهيم تفضل مساله نادي جماهيري يعني مع احترامي كل جماهير الأندية رونالدو وميسي جماهيرهم أكثر من جماهير كل الأندية وبالتالي مسألة أنه يبحث عن الجماهيرية هو اللي حيجيب لك الجماهيرية ما حيبحث عن الجماهيرية فعشان كذا عندما يطرح الأستاذ عبد الله غير يطرح العدالة مسألة العدالة ما أتي أقول له والله عدالة إيش الوحدة هذا فريق ضعيف ما يأخذ شيء ليه طيب ما هو معلش خلينا ما هو هذه الأندية كلها تحت مظلة يعني أنت تقول يا أبو إبراهيم أنت تقول أنه مثلا ميسي هذا وكأنه يعني فقط يناظر المبلغ بدون أي شيء آخر يعني كأنه سلعة أنت بتاخذها لا مو سلعة في المكان مو هو سلعة أنا أقول لك كأنك أنت الحين بتطرح هذا أنه مو ميسي سلعة يا أخي بس خليني أوضح لك أنه ميسي يلعب في أي نادي عادي بس أهم شيء الفلوس إذا حيجي للدوري السعودي ممكن يلعب في أي نادي لسبب بسيط لأنه كل جماهير الأندية هو جماهيره أكثر منه هذا في اعتقادك بس معليش مو باعتقادي يا أخي قل لا إله إلا الله يا أبو إبراهيم الواقع الواقع أرقام يا أستاذ محمد أنا معك يا طويل العمر الآن رونالدو اللي يتابع رونالدو في تويتر أكثر من كل الأندية إحنا متفقين على هذا الجانب متفقين على هذا الجانب فهو حيجي الفلوس لما أنت تبغى تروح تفاوض لاعب بقيمة ميسي ما حيفرق معاه النادي مين ما حيفرق وضعه ما حيفرق المدينة اللي موجود فيها هل فيها خدمات ما فيها خدمات أشياء كثيرة ممكن تسمح لي تفضل أبو صقر أنا أبو إبراهيم أنت لما ذكرت هذا الأمر طبعا أنا ما راح أسوي أو أعمل اللي قاله أبو حسام أنا ما راح أذكر أسماء الأندية لكن هل تتوقع أنه كريستيانو أو ميسي لو ذكر الله أنك أنت يا أخي كريستيانو لما جاء العرض من نادي النصر كلنا نعرف القصة جلس شهرين أو ثلاث شهور هو واللي معاه وكل أعماله وسين واوا جاءوا الرياض وطالعوا والسكن والمدارس والعيال تفاصيل كثيرة في مناطق عندنا في محافظات لا أتوقع أنه هذا النجوم وعلى فكرة أبو إبراهيم نفس الحكاية ترى ميسي أو كريستيانو الآن لو نفس المبلغ
عرض انه يلعب في مانشستر ولا في تشيلسي ولا في برايتون ما راح يقبل يلعب في برايتون. طيب برايتون ما عنده جماهير برايتون. بس في كلمه اخيره ابغى اذكرها تعرفوا وش اللي ذكرها عبد الله فوقير لما قال عن كريستيانو عن قضيه ابو نواف قضيه النجوميه او المستوى الفني على السريع بس عشان على السريع عبد 20 ثانيه المستوى الفني وغير التسويقي. انا اقول لك يا ابو ماجد كريستيانو للامانه زي ما تفضلت رجل كبر في السن وكذا جاء نادي النصر. هل تعلم انه في نادي النصر كريستيانو جاء مباريات يلعب معها اجنبي واحد؟ النصر السنه بدا الموسم يلعب كريستيانو وجوستافو اثنين فقط. لكن تخيل كريستيانو هذا عنده العمود الفقري كامل في نادي النصر من الحراسه الى المهاجمين مثال نادي الاتحاد. بتشوف الرجل مختلف اختلاف كلي ترى في النهايه. طيب كريستيانو يلعب كره قدم ولا ماشي 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 ومع ذلك معلش اروح لابو عبد العزيز. لا جمله واحده بس لانه الاستاذ عبد الله ما يتكلم انه جيب لي نجوم زي هذول. لا يتكلم انه طالما حتجيب ميسي لهذا وهذا رونالدو وهذا بنزيما جيب نجوم ثانيه اذا ال 14 الانديه البقيه اعطيهم اموال تساعدهم دعم تساعدهم على صحيح. ان يصبح فرقهم قويه. محمد صلاح للوحده واضح هذا اللي يكسر. انا سمعت السؤال الكابتن عبد الله خوقير وتأييده من الزميل ابو ابراهيم كلام منطقي وين العداله. طيب هل هذا السؤال اين العداله تم طرحه حينما جاء صفقه كريستيانو للنصر دون بقيه الانديه؟ ما سمعنا مثل هذا الطرح. لا بس الكل كان عارف ان نادي النصر لا اسمعنا مثلا في فرق تعرف انت تقول ليش ابغى العداله على كل الانديه. لا سي عبد الرحمن تساؤل خل اذا الهلال ابراهيم لحظه اذا الهلال حيجيب ميسي مال شغل احد فيه هو حر ما راح ابو ابراهيم اذا ابو ابراهيم انتم تقولوا دعم اذا لازم يدعموا الجميع. بس ابو ابراهيم لازم نكون واقعيين ولا نكون منفصلين عن الواقع. هذا الواقع. هؤلاء اللاعبين النجوم الكبار بالصفقات الكبيرة المالية هو دعم من الدولة مشروع قولاً وطني قولا واحدة. أنا أبغى هالسؤال إذا مشروع وطني مشروع وطني تقول ليش والله أوكي تقول ما في وين العدالة. طيب هذا السؤال كان من الأولى أنه ينطرح لما جاء كريستيانو. طيب وين العدالة بقية الآن بس تقول والله الاتحاد والهلال وزير الرياضة قال ما هذه طيب معلش اسمعنا هذا الموضوع كل واحد قال رايه كل واحد قال رايه بس في 30 ثانيه اخ عبد الله انا بسالك سؤال واحد. انت طالب بالعداله طبيعي انا كرياضي ايه؟ كرياضي عوائد النقل الدوري السعودي من يسوقه؟ من يسوق الدوري السعودي كانديه من ايه من يسوقها جماهيريا والنقل الانديه الكبيره الانديه الجماهيريه ايه؟ ان داري ان النقل التلفزيوني العوائد توزع بالتساوي هذا ظلم. هي ما توزع بالتساوي. طيب هذا موضوع اخر موضوع اخر يا شباب موضوع اخر من الوزاره بس بروح المحورنا توزع بالتساوي بين الانديه ما توزع بالتساوي. ختم عندك حسين بالله ختم هذا الموضوع عشان نروح محورنا الثاني تفضل. ما في شك بالنسبه لمفاوضات النجوم العالميين هذه ان في دعم كبير من الدوله للانديه ولا اعتقد ان الدوله تسعى ان مثلا تفضل نادي على نادي لكن كل مقال مقام. انا اتصور ان لاعب مثل ميسي او لاعب مثل بنزيما او كريستيانو رونالدو هذا اللعيب يبغى لهم انديه كبيره بانديه البطوله مو معقول تلعب رونالدو مع احترامي لكل الانديه يلعب مع فريق في المركز العاشر وال11 حتى سمعه اللاعب وسمعه النادي ما هي جيده. احنا نتكلم عن نجوم لانديه معينه ما في شك. انا اتفق مع ابراهيم في نهايه واحده ان الانديه الاخرى ايضا يجيها الدعم بقدر امكانياتها بقدر النجوم اللي ممكن يجونها لكن لا تطالب ان يكون ميسي او رونالدو او حتى بنزيما لنادي خارج الاتحاد والاهل الاتحاد والنصر والعداله. اسمح لي ونواف والله كلكم غالي والله كلكم غالي بقفل بس خلينا نقفل انت الحين ما قفلت كله. العداله موجوده هي في النهايه العداله موجوده لكن كل نادي لازم يعرف امكانياته وحجم موقعه في المنافسه لان اللاعب العالمي برضه يبغى يكون موقعه ممتاز مع نادي بطل ومع نادي مثلا يهبط او نادي ينافس المراكز الاخيره. واضحه حبيبنا. منذ انطلاقة المسابقات الكروية في المملكة كان ولا زال الجدل التحكيمي ملازما لمنافسات هذه المسابقات. تفاصيل أكثر في التقرير التالي.
مواسم عديدة مرت منذ انطلاق الدوري والمسابقات السعودية، وتغيرات كثيرة طرأت على أنظمة هذه المسابقات وقوانين طورت المنافسة في مسابقات الكرة السعودية، ولكن ما زال التحكيم هو العنوان الأبرز في جميع المسابقات. رغم التطورات التي شهدها التحكيم على مستوى العالم، إلا أن الخلاف ما زال على تطور مستوى التحكيم في الكرة السعودية، فأصبحت إدارات الأندية تطالب بإبعاد الحكم المحلي عن مباريات فرقها، مطالبة بحكام أجانب لإدارة المباريات، حتى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قام بتحديد عدد 7 طواقم أجنبية في الموسم لكل فريق بهدف تطوير الحكم السعودي، ولكن لم يدم هذا القرار للموسم الذي يليه، ليتراجع اتحاد الكرة بفتح العدد لاستقطاب الحكام الأجانب في الموسم لكل فريق من أجل تخفيف الحدة في النقد تجاه التحكيم. لكن النقد ما زال، بل طال الحكام الأجانب بعدما طالبت بعض إدارات الأندية بحكام أجانب من النخبة لإدارة مباريات الفريق، مطالبين بعودة الحكم الأجنبي. من هنا أصبح الشارع الرياضي يرى بأن قضية التحكيم ما زالت تواجه العديد من المشكلات، وأن الجدل في هذه القضية لن يتغير، وأن بعض الفرق تعلق خسارتها بشماعة التحكيم دون النظر لأسباب خسارتها الحقيقية التي قد تكون إدارية أو فنية. لكن النقد ما زال، بل طال الحكام الأجانب بعدما طالبت بعض إدارات الأندية بحكام أجانب من النخبة لإدارة مباريات الفريق، مطالبين بعودة الحكم الأجنبي. من هنا أصبح الشارع الرياضي يرى بأن قضية التحكيم ما زالت تواجه العديد من المشكلات، وأن الجدل في هذه القضية لن يتغير، وأن بعض الفرق تعلق خسارتها بشماعة التحكيم دون النظر لأسباب خسارتها الحقيقية التي قد تكون إدارية أو فنية. يلا يلا شباب، ما في شك ان احداث مباراة البارح ما بين الشباب والهلال اللي استطاع فيها الشباب ان يتغلب على الهلال 3 أهداف دون مقابل، الحديث والجدل التحكيمي اللي صار في المباراة لا زال هذا الحديث مستمر ومسيطر يمكن على الاجواء عندنا في الرياضة السعودية. للنقاش حنبدا مع ابو ابراهيم عن الجدل التحكيمي اللي حاصل، وخلينا بالذات نكون دقيقين، بعد احداث مباراة الشباب والهلال كان في كلام كثير عن التحكيم وعن تأثيره في بطولة الدوري هالموسم هذا. طبعا أول حاجة أنه هناك أخطاء مؤثرة على الفريقين، حدثت للفريقين، في الهلال ضربة جزاء، في طرد اللاعب الكوري، لاعب المدافع الكوري للهلال لم يطرد، هذا خطأ أيضا. أضف إلى ذلك في حسب أوفسايد، انفراد 2 من الشبابيين ما كان أوفسايد، ففي أخطاء للطرفين. لكن في أمر مهم جدا، وبما أني في ذيك المرة انتقدت رئيس الشباب الآن بمدحه على تصرفه الحكيم بعد المباراة وعدم التصريح، هذا اللي خلى الجماهير تشتبك مع نادي آخر ما له شغل في الموضوع اللي هو النصر، وهذه كانت حكمة منه، لو أنه علق وعلى الأخطاء كان حيشتبك جماهير الهلال مع، لكنه كان حكيم وسكت وتركهم، فاتجهوا إلى كأن هناك مؤامرة. وكثيرين حقيقة غلطوا كثير في تويتر، حتى إعلاميين كمان غلطوا غلط أخطاء، كأنه هناك مؤامرة نصراوية لإبعاد الهلال، فيما المباراة بين الثالث والرابع في الدوري
وكلاهما ينافس على الدوري، يعني اثنين ينافسوا، وبالتالي لماذا لا تكون المؤامرة من الشباب؟ ليه من النصر؟ هذا أمر في غاية أمر مهم جدا، لابد نطرح إنه الشباب أيضا منافس، لماذا ذهبت تشتبك مع نادي آخر؟ يعني المباراة بين شباب وهلال بين الثالث والرابع، الهجوم تم في الإعلاميين حقيقة، الهجوم تم على مين؟ على نادي النصر. إيش دخلوا في الموضوع؟ إيش دخل النصر في المباراة بين الثالث والرابع؟ هذا أمر. أخطاء التحكيم حقيقة للأسف الشديد ما زلنا عند المسألة الفار هذه وما طرح، يعني أنا حقيقة أثق في المفرج، يعني ما هو من اللي أقول المدراء أو المديرين اللي ممكن يتأول، فهمت علي؟ يعني حقيقة رجل صادق حسب ما أعرفه من زمان، طرح مسألة الفار، وهذا أمر حقيقة إلى الآن يعني أنا نفسي أعرف اتحاد الكرة ماذا يفعل إلى الآن. يعني الآن حيجدد مرة ثانية الأستاذ ياسر المسحل بإدارته، فيما هذه الإدارة قبل ما لما طرح نفسه كمرشح وعدنا أن يقدم أفضل أجهزة الفار تقنية وإلى الآن لم تتحقق. إلى الآن نشوف الفار، هل الفار مفصول؟ هل الفار قال لهم أنت علي السلك اللي ينفصل؟ أمور حقيقة تثير اللغط. طب إيش دخل ياسر المسحل في الموضوع؟ أمس مباراة الهلال الفار شغال ولا في أي مشكلة في الموضوع، إيش دخل الموضوع إنهم تقنية؟ لو إنها أوفسايد وخط أقولك ما يخالف، هاي ضربة جزاء موجودة عند حكم التقنية، رأى أنها لا لا لا, لا تستحق ضربة جزاء، إيش دخل ياسر؟ لا التقدير الموضوع. الأمر التقديري شيء، والتقنية اللي تساعدك على التقدير شيء آخر يا سامح. هذه أنت الحين تشوف اللقطة ما كانت تساعده يا أستاذ محمد؟ على فكرة كثير يشتكوا نفس حتى الحكام اسألهم في الموضوع الفار، الكاميرات مو كلها عند الفار، يختاروا بعض الكاميرات، لهذا اللي يبث في التلفزيون عندك مثلا 16 كاميرا، الفار يختاروا مثلا 6 كاميرات لأنه ما عندهم الكاميرات حقت الفار من الناقل يرسل لهم البث 6 كاميرات، فبالتالي اللي أنت تشوفه في التلفزيون ما احترامي لك هذا كلام غير صحيح، معلومة غير صحيحة. لا صحيحة. لا لا. لا ما غير صحيحة. لا صحيحة. يا أخوان أكثر من مرة طلعوا وتكلموا أن جميع الكاميرات اللي موجودة في الملعب تصل عند حكام التقنية. غير صحيح. أكثر من مرة صرحوا هم. غير صحيح هذا التصريح. كيف هذا التصريح؟ شوف شوف شوف. أقول لك أكثر من مرة صرحوا. اللي المعلومة اللي قالها أبو إبراهيم صحيحة. وش مصدرك إنه غير صحيح يعني؟ وش مصدرك إنه غير صحيح؟ سألت عنها. طيب انت سالت عنها لكن انا قاعدين نقول لك ناس صرعوا خلهم يجيبون يجيبون التصريح. اعطونا 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 اخر تصريح في هذا الموضوع. شوف 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 تبي معلومه؟ واحنا عملنا تقرير كامل على فكره في الديوانيه قبل سنتين. تبي معلومه؟ انا شوف موضوع الاخطاء التحكيميه. لا الحين خليني باخطاء تحكيميه. انت تبغى تضيف الكلام اللي قاله ابراهيم عشان ما ناخذ منه الكلام. انا تبغى معلومه؟ اوكي تبغى معلومه؟ اي تفضل. عشان تعرف انه مو بث، انه اسلاك، تذكروا كم مره يقول لك فصل السلك؟ هذا لانه السلك ممدود، ما هو عندما ماشي. تختار ماشي هذا موضوع اخر. ابو ابراهيم انت لا تحاول تعطيني امثله عشان تنجح فكرتك. انت تقول نعم معليش، انت تقول ما تصل الا 6 كاميرات وهذا الكلام غير صحيح. يا استاذ محمد يا انا قاعد اعطيك تقرير كامل في تصريح عشان تعرف تصريح كامل من عنده هذا الجانب. لا بس تفضل عشان تعرف بس كاميرات الفار ليس لها شغل في البث التلفزيوني. كاميرات الفار ادخل على اي واحد يدخل على اليوتيوب ويتفرج على مباراة كأس العالم، اي مباراة كأس عالم الطائرة، ويشوف الكاميرات ملعب طائرة في 16 كاميرا حقت فار عشان يجيبوا الخط، 16 كاميرا موزعة. ممتاز. عشان نفصل في هذا الجانب وتبث على طول. ما عليه شيخ احنا عارفين، بس الحين عشان نفصل في هذا الموضوع يا اخوان بالله تأكدوا لنا من التصريح
الخاص بلجنه التحكيم بعدد الكاميرات اللي موجوده في غرفه التقنيه. طيب بس يلا اختم. وبالتالي لما نتكلم عن كاميرات الفار لا نتكلم عن الناقل التلفزيوني. كاميرات الفار شيء خاص لانها لها ابعاد ثلاثيه. شفتوها في كاس العالم لما يجيب لك الظل عشان تشوف اوف سايد ولا مو اوف سايد، الظل ما يحط لك خط. هذه الكاميرات الى الان لم تاتي طيب عندنا. بس عفوا بس عشان بس نصحح للاخوان، اول سنه كان الفار بسبع كاميرات فقط، بعد السنه الاولى اصبحت كل الكاميرات الموجوده في الملعب متاحه في غرفه التقنيه، وهذا خبر وليس يعني اجتهاد مني انا، هذه معلومه. طيب نروح لك ابو صقر تفضل. انا اتصور انه اللي ذكره ابو ابراهيم عن امس وعن دور الاتحاد السعودي يعني كره القدم، لما ذكرت قلت وش دخل الاستاذ ياسر المسحل وكذا، هو طبعا يتكلم عن وكلنا نرجو بهذا الامر. شفنا الان حتى في التقرير اللي عندكم انه اداره نادي الهلال طلبت تقرير من الاتحاد السعودي، تبي تشوف المكالمه الصوتيه اللي تمت، هل فعلا يعني اللي ذكر، يعني انا من الناس اللي ذكرت في تغريده خاصه قلت هي ركله جزاء ولكنها مسؤوليه الفار، اعتقد الحكم يكون ما شافها. اللي انا فهمته من تصريح الاستاذ فهد المفرج الحكم الرابع كان سم الحكم الرابع اي لا هذا غير، انا هو اللي قال له اعطاه المعلومه. لا حكم الحكم الرابع يعني اول حاجه طبعا بنفصلها، يعني هل قانونيا يعني حق سواء فهد المفرج او غيره انا ما اعرف يعني انه يتحدث مع الحكم الرابع، والحكم الرابع ايضا مخول انه يرجع للمدير التنفيذي ويخبر انه نعم انا قد ابلغت الحكم على لمسة اليد. هذه موضوع ثاني، لكن الموضوع المهم اللي ذكر فيها ابو ابراهيم وقضيه التقنيه انه الهلال اتصور يعني يبون التاكيد الخبر الاساسي انه هل فعلا تقنيه الفار كانت تعمل بحيث انه حكم الفار ابلغ الحكم حكم الساحه هناك ركله جزاء، او في هاللحظه ذي التقنيه لا تعمل. لكن بعجاله حتى تتيح الفرصه للاخرين، اللي حصل امس انا وجهه نظري كان بصراحه يعني مبالغ فيه. ليش مبالغ فيه؟ مرت علينا احداث مباريات في الموسم هذا، الموسم اللي قبله واللي قبله، وشغلات كثيره ما نقدر ما لها حصر. امس انا اتصور انه مثل ما الهلال تضرر بموضوع ركله الجزاء، شاهدنا خلاف حتى في خبراء التحكيم، هذا يذكر كذا وهذا يذكر كذا، بل من ذكر انه في طرد للهلال كرتين لكن كل هذا انا عندي اقبله، الا المنظر وجهه نظري المنظر البشع، التجمع اللاعبين والحاله اللي وصلت يعني الشد اللي ما بينهم، منظر غير حضاري ويمكن من زمان ما شفناه، وكانت الامور يعني تقول اعظم من كذا. هذا الشيء اللي احنا ما نتمناه، لانه في النهايه هي ثقافه. يعني انا بالامانه انا اعجبني هدوء المفرج، اعجبني هدوء كريري في هالامور، تهديئات اللاعبين نفس الحكايه، ذكر ابو ابراهيم عدم تصريح الاستاذ خالد البلطان، لانه امس انا من الناس اللي وصلت الى مرحله قلت مجرد انه الحكم ماجد الشمراني يعلن نهايه المباراه حنروح نشوف احداث غريبه شوي، يعني ما ودنا نشوف او نحصل عليها. لكن في النهايه هي اخطاء تحكيميه تحصل وذكرنا فيها. السؤال العريض كله هي حاجتين، الحاجه الاولى اللي ذكرها الاستاذ فهد المفرج، هل فعلا تقنيه الفار تعمل؟ طبعا مرت علينا قصص قبل، نعم سلك مسحوب ما اعرف ايش وشاشه ما فيها شيء، سمعنا قصص كثيره. ليه السكوت هذا؟ ليه ما يطلع تصريح حتى من خلالنا؟ نعم انه نعم الصوت موجود والتسجيل لو اراد الهلال زودناه فيه بحيث انه نعم موجود، وانه وحكم الرابع ابدا لم يبلغ حكم الساحب ان هناك ركله جزاء، حتى لا يقال انه لا الحكم الرابع ترى ابلغ ولكن الصوت مقطوع. اخر كلمه ابو نواف مره ثانيه، هل يحق لفهد المفرج او غير فهد المفرج ان يتحدث، انا اذكر كنظام يتحدث مع الحكم الرابع والحكم الرابع ايضا يرجع الهل اداري ويقول له نعم انا بلغته بلمسه يد او بركله جزاء او هذا؟ ما في احد
ما له حق انه يتكلم، الجميع يتكلم، يتكلم مع الحكم بس والحكم يجاوبه. هذا الكلام الحكم هنا مفروض، هذا اللي نقصد، مفروض ما يكون فيه ما يعطي معلومه بهذا الشكل. هذا كلام فهد المفرج، يمكن هذا الموضوع يقول ابدا الكلام مو صحيح. طيب عموما حنواصل حديثنا في هذا الموضوع، موضوع ذات شكل طويل، ناخذ فاصل قصير ونرجع معاكم. يلا now it's easier, it's beautiful, we have many things to do. We chose Riyadh to start our family because we really feel safe. You don't have enough of your fingers to count, and there are so many cranes everywhere, and to say, wow, there's something going on here. I would miss the people, I would miss the landscapes, and what I would miss most is my heart, because I would have left it here. كوادر سعودية جمعت إنجازاتها حول العالم. نرجع معهم لبداية رحلتهم على أرض الوطن. راح يحكوا لنا كيف اكتشفوا شغفهم في صغرهم. كان عندي دائما الشغف أدور أجوبة لتساؤلاتي. كيف تمرسوا فيه؟ وكيف طوروا؟ أول مرة الواحد يدرس خارج المملكة. مروا بتحديات الغربة. كان في صعوبة أطلب. في منافسة كبيرة جداً. ومع ذلك قدروا يبنون لنفسهم مكانة خلتهم خير سفراء للوطن. أنا مرأة سعودية وطموحنا ما له حدود. قصص ملهمة للسعوديين والسعوديات ربطت إنجازاتهم بين المملكة والعالم وصاروا لها جسور. أنا سعودي، أنا سعودي، أنا سعودي. جسور يومياً الخامسة مساءً. رمضان على السعودية. فتاوى يوميا الثانية مساء. رمضان على السعودية. حياكم الله معنا في هذا الجزء من برنامج الدوانية على شاشة الرياضية السعودية. ضيوف اليوم مع حفظ الألقاب صالح الطريقي، عبد الكريم الزامل، والكابتن عبد الله خوغير أبو صقر حبيبنا، وأيضا عبد الرحمن الجماز وحسين الشريف. خلصنا من أبو صقر وعطيناك الوقت الكافي وقلت كل اللي عندك تمام؟ كنت تمام تحسب علي؟ لا بس عشان ما تقول قطعتك ولا شيء عشان الفاصل. مثل سالفة ميسي. طيب نروح نسمع أبو عبد العزيز عن رأيه في موضوع الجدل التحكيمي. شوف هو الخطأ اللي حصل أمس هو خطأ مؤثر تحت أي ظرف، ما يمكن تجاوزه، خطأ مؤثر، ولكن أنا بالنسبة لي هو تأكيد المؤثر واحد على فشل الحكم واحد التحكيم المحلي.
طبعا الغريب في الموضوع امس هو ظهور فهد المفرج وحديث الوسائل الاعلام بشيء من التفصيل وايضا بالكلام القوي يعني بصراحه، يعني هذا الشيء لم نتعوده من اداره الهلال اللي هي تلتزم الصمت، يعني لا يشابه في هذا الصمت اللي يذكرني بايام زميلنا الله يذكره بالخير سعود الصرامي يمكن متحدث رسمي في نادي النصر. ايش دخل الصرامي؟ إيه لا هو كان في الصمت ذا بس في الصمت هذا. لا انت ما كان الصرامي يعني انت الحين رايح ذا اللفه ذي كلها عشان تجي الصرامي وصار عشان النصر مو عشان لا 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 النصر ما له علاقه قال ابو ابراهيم الدعوه كلها نصر. المهم انا اذكر اني انا دار بيني وبين رئيس الهلال قبل فتره يعني حديث جانبي كنت انقل له عتب الجماهير الهلاليه واقول له والله فيه الكثير من الجماهير الهلاليه تعتب على التوجه حق الاداره الهلاليه اللي هذا الصمت المبالغ فيه، فكان عنده كلام قاطع في هذا الموضوع وانه هذه ادبيات الهلال، واني كنت اقول له انا يعني انقل وجهه نظر الجمهور انه هل هذه الادبيات وهذا الصمت يعني ممكن انه ينفعكم انتم؟ بالعكس انه في احيانا في مواقف تتطلب الظهور. انا اعتقد ما حدث امس انه اداره الهلال واضح انه عندها طفح الكيل، يعني اللي قاعد يصير امس بحديث فهد المفرج زي ما قال ابو ابراهيم، يعني فهد المفرج يعني اللي يعرف شخصيته عن قرب يعرف انه ايضا له شخص متسرع واقعي اوكي محب للهلال درجه كبيره، ولكن على الاقل يحمل صفات كثيره، يعني مو متهور في احاديثه في تصاريحه، بالعكس هو يلتزم الصمت اكثر مما يتحدث. خروجه امس بهذا الشكل بمعنى انه الهلال وصل الى مرحله خلاص طبح الكيل، وهو من حق من حقهم وحق مشروع طيب اداره الهلال. خلينا بس استوقفك هنا على كلمه طفح الكيل، في مباراه قبل هالمباراه هذه تضرر منها هلال وانهزم عشان تيجي موضوع كلمة طفح الكيل؟ لا انه عندي اعتراض على ادبيات الهلال. طيب خلينا والانديه الثانيه خلي دقيقه، مباراه امس مؤثره في مسيره الهلال الدوري. شوف ما في يعني المنصف يعرف انه ما بقول منصف يعني ولا ابغى اقصي احد، لكن غالبيه الناس تؤكد انها ضربه جزاء ومؤثره جدا في المباراه. ما هو معناته انه والله نقول نسلم ان الهلال حيكسب لو جت ضربه الجزاء؟ لا ولا بيتعادل ولا بينهزم، لكنها مؤثره. اي لكنها مؤثره ما في شك وقلبت مؤثره، لكن البارات. كلمه طفح الكيل انا هنا استوقفك على موضوع طفح الكيل. الكوري مؤثر. لا انا اقول انا اقرار في فرق لما يجي شيء بعد شيء. لا لا في فرق ابو نواف الخطا في البدايه هو خروج اداره الهلال في هذا التوقيت واضح انه عندهم. طبعا خليني ارجع شوي، كان رئيس الاتحاد السعودي لكره القدم يقول انه والله الجدوله حقت مباريات الهلال اللي علشان انه عندهم مباريات اسويه شاورناهم في المباريات المؤجله وفي توزيعها. خرج امس فهد المفرج وقال لا ما حد شاور. هذه غريبه صراحه. اي ما حد شاورنا، معناها في ترسبات قبل خلت الاداره الهلال خلاص تطلع في هذا الموضوع. انا بالنسبه لي طبعا الحديث مو جديد عن التحكيم وعن اخطاء التحكيم الفادحه وضعف الحكم المحلي وهذا كلنا متفقين فيه. ترى قبلها رئيس الباطن طلع وصرح، قبلها رئيس التعاون، ما في ظهر رئيس نادي يمكن ما طلع وتحدث عن التحكيم. انا عندي وجهه نظر في هذا الموضوع ويمكن كتبتها حتى امس في تغريده، انه انت ما دام عندك الان السقف مفتوح في طلب الحكام الاجانب مهما كان، اقول لك الهلال امس انظلم خطا مؤثر خطا قلب مجريات المباراه، بس انت يا اداره الهلال لماذا لم تطلب حكم اجنبي؟ يعني انت الان يعني خليك زي رئيس الاتحاد، ترى الاتحاد مريح راسه وشرد دماغه رئيس الاتحاد طالب حكام اجانب لجميع مباريات الموسم، انت ما دام عندك هذه الفرصه على الاقل اطلب الحكم الاجنبي الى ان يحدث الله امرا كان مفعولا. يعني التحكيم المحلي هو يعيدنا الى الوراء، يعني من سمع تصريح رئيس لجنه التحكيم في اتحاد السعودي لكرة القدم مانويل نوفارو انه على البلنتي اللي في حادثة سابقة انه هذه ممكن ما تنحسب في الدوري السعودي لكنها تنحسب في دوري ثاني، تصريح متلفز يعني تصريح تلفزيوني. انا ممكن الترجمة غلط. لا لا انا بصراحة لا لو الترجمة غلط طلعوا نفاها. لا هو يقصد انه ممكن في مثلا مثل الدوري الانجليزي الاحتكاك قوي فيه
بينما مثلا في الدوري الآسيوي تلاقي الاحتكاك مو بنفس القوة. نتكلم عن مدارس مختلفة في التحكيم. وبالتالي مدارس أنا عندي قناعة. برجع للأدبيات. نحن الآن نرجع نقول إنه والله عندنا الموسم الجاي حتى 8 لاعبين أجانب. والدوري اللي مصروف عليه ويراد له أنه يكون أيضا من ضمن أفضل 10 دوريات في العالم. وعندنا واضح موضوع التحكيم ولجنة التحكيم حتى بالاستعانة بالخبراء الأجانب واضح أنه والله على أطمام المرحوم ما في شيء تحس أنك أمام أنك والله أمام على الأقل التحكيم المحلي الموسم هذا ما كان كويس؟ لا ما كان كويس التحكيم أبو عبد العزيز معليش يا أخي التحكيم المحلي أبو عبد العزيز الأخطاء موجودة وصارت من الحكم الأجنبي في هذا الموسم أكثر من الحكم المحلي فنكون منصفين بس عشان ما يصير حديثنا أنه والله موجه للتحكيم السعودي فقط لا يا أخي في خطأ على عينه وعلى رأسه في خطأ عن خطأ بس يفرق. أم قضية أن التحكيم السعودي على أطمام المرحوم هذا غير صحيح في خطأ عن خطأ فيه الموسم هذا فيه تطور واضح تبي أنا وجهة نظري إيه؟ أنا أقول المفروض يتم تجميد الحكم المحلي يا شيخ وإعادة لجنة التحكيم من جديد وإعادة بناء يا أخي أنت ليش تخلي ليش ما تخلي هذا الموضوع ذا على جنب ويا أخي أنت كرئيس نادي اطلب حكام أجانب وخلص خلي التحكيم المحلي مثل ما هو إيه بس طيب في مو معقول أنا ناس ألغيهم من التحكيم عشان أندية ثانية ما تقدر عشان أخطأ في مباراة الهلال يقدر يدفع النصر يقدر يدفع الاتحاد يقدر يدفع طيب يعني رئيس الباطن قال أنا ما أقدر يا أخي ما تقول ما يقدر يدفع شو ولا جمدناها مشان نجيب شو نجيب أنت تقول جمد التحكيم المحلي جيبها الاتحاد السعودي ها يجيبها الاتحاد السعودي لين يغير لجانه بس في ملاحظه لين يغير لجانه طيب بصراحه طيب على ماشي ابو ملاحظه على طفح الكيل وان اداره الهلال مختلفه عن ادارات المملكه في ثقافتها حقيقه ما قال مختلفه قال ادبيات الهلال ما قال مختلفه ادبيات هي ثقافه طب قال ادبيات الهلال وين المشكله ادبيات المجتمع متشابهه كل ما في الامر ان الهلال عندما ظلمه او راى أن إبراهيم العمر الله يذكره بالخير ظلمه نتفوه في الصحف لمدة 2 سنين الهلال لم يظلم لهذا ما لم يخرج ويتكلم عندما الهلال ما ظلم الهلال ما ظلم طوال الفترات هذه أنا أرى أنه اللقطات اللي جيبوها عشان الواحد يكون هذه كرة قدم هذه يا جماعة هذه كرة قدم كيف مثلا ما فريق ما يتعرض لأخطاء يعني على سبيل المثال يعني يا نمشي بنفس التوجه مو معقول أنا أقول لك على سبيل المثال أنت تتكلم عن أدبيات وتتكلم عن أمور كثيرة أجيب لك مثال عطنا أجيب لك مثال إيه تفضل كويلر إيش فيه كويلر كان يستحق الطرد أكثر من مرة من أول ما جاء للدوري إيه؟ متى طرد ما طرد إلا أول مرة ليه حتى يعني أنا كتبت أخيرا السؤال ليه طيب أنت حتى لو كتبت يعني مو معناته أن نسلم على هذا الموضوع أنت ليش بزعمك ما طرد كويلار ليه لأنه حدث نفس البلنتي لماذا لم يحسب البلنتي للنصر للهلال الهلال هذا خطأ تحكيمي خطأ طيب تحكيمي ممتاز أنت الآن تقول لما خطأ تحكيمي ممتاز أنت لما تقول والله تستشهد بلاعب أنه ما طرد معناته أنه والله في مجاملة لهذا اللاعب إيه هذا اللي تقصده مجامل لهذا اللاعب انت ليش عديته هو الحاله اجيب لك انت قلت مثال يا ابو ابراهيم الله يرضى عليك انت ما يخالف لك مثال. اسمح لي اليوم انت لك حق انك تقول رايك انت وبقيه الزملاء هذا حقكم ولا اقدر اقول في هذا الموضوع شيء لكن من حقنا نناقشكم كل اللي موجودين هنا من حقهم يناقشون يعني انا ما راح اسمح لتمرير مثلا والله النادي الهلال مجامل واول مره يظلم انت تقول اول مره يظلم عندما يظلم حيتكلم اي انت تقول ما ظلم انت تقول ما ظلم وتبغاني اسكت انا مو بصحيح انه ما ظلم هات عندك الدوري هذا يلا مو بصحيح انه ما ظلم بس معليش بس مو صحيح انه ما ظلم حاله حال بقيه أين الفرق اين الاخطاء التحكيميه المؤثره حاله حال بقيه الفرق اما تجي تقول لي انه والله فريق طول تاريخه طيب ما ظلم استاذ محمد ما اتكلم عن تاريخ انا اتكلم على انه ما ظلم ما اتكلم عن ظلم طيب واضح ماشي تفضل يا ابو حسام اولا يمكن الاخوان خاضوا في كثير من التفاصيل الدقيقه كعنوان رئيسي لمباراه البارحه من المستفيد من خساره الهلال كنتيجه الاتحاد والنصر طبعا لا بالدرجه الاولى الاتحاد إيه؟ ثم الشباب طب انا قلت الاتحاد والنصر لا شباب. الاتحاد لا النصر متضرر النصر اكبر المتضررين من خساره الهلال البارحه وانا اقولها من هذا المنبر
إذا فاز الاتحاد على الشباب مباراة القادمة انتهى الدوري الاتحادي، خذها على مسؤوليتي. حتكون مواجهة الهلال والاتحاد تحصيل حاصل، لأن الهلال خلاص بالنسبة له الدوري راح عليه، وبالتالي الاتحاديين يريدون أن يواجهوا الهلال وهو فاقد الأمل في الدوري. وأنا قلتها ترى قبل، قلت أتمنى أن الهلال يصل مباراة الاتحاد وهو لازال له أمل في الدوري. هذا صحيح قلت أنت، وهذا لصالح النصر. الآن لا، أكبر متضرر من نتيجة البارحة النصر، أكبر متضرر منها. وإذا فاز الاتحاد على الشباب انتهى الدوري. هذا بالنسبة لرؤيتي، بالنسبة لرؤيتك، لرؤيتي. طيب، هذا موضوع. الموضوع الآخر، نعم، رؤية تحترم. إيه، أنا هذا هذه وجهة نظري. لا، أنا بالنسبة للمباراة البارحة أنا حتحدث عن ردود الأفعال. ردود الأفعال حدثت مشابهة لها قبل سنتين بعد مباراة النصر والهلال اللي حكمها الفرنسي الشهير واللي حسمت الدوري للهلال. حدثت ردة فعل غير طبيعية من جماهير وإعلام النصر ومغردين مشهورين وكذا، وعلى أخطاء يعني أكبر من أخطاء البارحة. تدخلت النيابة العامة، لأن فعلا فيه تخطي للخطوط الحمراء، أصبح فيه تغذية التعصب الرياضي والكراهية والتشكيك في عدالة المنافسة كما جاء في بيان النيابة العامة. وتم محاسبة عدد كبير من الإعلاميين والمغردين اللي يميلون لنادي النصر. البارحة واليوم أنا أشاهد تغريدات وهاشتاغات ما تجي ولا 50% من اللي حدث قبل سنتين. أصبحنا يعني تسمية الدوري بأسماء لا أخلاقية ومعيبة، التدخل واستشهاد بفريق الرشيد العراقي، وأشياء حقيقة وإساءات والتشكيك في العدل. لحظة معلش أبو حسام، تكفى. الله يرضى عليك أبو حسام، أنا أتكلم، الله يرضى عليك أنا بتكلم شيء أنا أشوفه. أنا قطعتك في كلامك، ما قطعتك. طيب، الله يرضى عليك، أنا ما يمكن أفتح حلقة على تغريدة شخص آخر مع احترامي الشديد. رأي عام يا أخي، معلش على عيني وعلى راسي. مش طيب ليش فتحت، مش مطروح، طيب ليش فتحت، طيب أنا ما أتكلم هنا. طيب ليش تفتح الجدل التحكيمي؟ أنا فاتح الجدل التحكيمي، ما فتحت تغريدات الإعلاميين. أنا ما فتحت تغريدات الإعلاميين. لا معلش، أنا بالنسبة لي، تفضل، أنا بالنسبة لي كمل كلامك. أنا لا أقبل هذا. ما حدث قبل سنتين أنا كنت مؤيد لكل الإجراءات اللي اتخذت لإيقاف تخطي الخطوط الحمراء، أنا معها. السؤال، هذا دوري مشاهد ودوري متابع، وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي مؤثرة ومؤثرة ومؤثرة ومقروءة في كل أنحاء العالم. يجب من يظهر بمثل هذا المظهر أو بهذه التغريدات أو بهذه الإساءات، هو يسيء للوطن ترى، مش يسيء للدوري ولا يسيء لنادي. الحديث بشكل عام، إيه بشكل عام. هو يسيء للوطن في النهاية. هذه الأشياء يجب أن عندك شيء النقد، أنا ترى مع النقد، انقد الحكم، انقد اتحاد القدم، انقد إدارة ناديك، انقد المدرب، ولكن في خطوط وفي رموز وفي أشياء يجب أن ما تخطاها. ماشي. بالنسبة الآن وضع بالأمس، الحكم عنده أخطاء في المباراة، من ضمن الأخطاء أو لنقول بشكل عام التحكيم له أخطاء. الهلال فيه لقطة جدلية حدثت اليوم، نفسها اليوم بين توتنهام وبرايتون، نفس اللقطة ما حسبت ركلة جزاء. في النهاية الهلاليين يرون أنها خطأ وركلة جزاء من حقهم، ومن حقهم ينتقدون. الشبابيين لهم ثلاث أخطاء مؤثرة، من حقهم طردين وهدف أو الانفراد وحسب تسلل. السؤال الآن اللي بسأل الآن، أنا مع إدارة الهلال أنها تسمع المحادثة، وأنا مع المفروض، أنا بعد أولود ودي أنها تنشر المحادثات. أي لقطة جدلية المفروض دائرة التحكيم مش تظهر كل أسبوع وتبين، المفروض تظهر بعض الحالات الجدلية اللي زي هذه مثلا أو غيرها للجمهور يسمع المحادثة. إيش مشكلة؟ خلهم يسمعون المحادثة. لا صعب ما فيها شيء. أنا هذه وجهة نظري، أنا هذه طالما حدث كلام، خلي إداري طلع وقال كلام لازم تنشر. هذا المفروض أنها تنشر، عشان بعد أنت اتهمت ناس لازم بعد أن تطلع براءتهم. الشيء الآخر، هو نفس الطلب اللي كان سواه النصر العام الماضي قدام الاتحاد لما حكم الحكم الأسباني، طلبوا المحادثات. نعم، طلبوا، ولكن للأسف لم يستجاب لهم. أنا مع نشرها، بس مش اسمعها النادي إلا انشرها. خلي العالم. السؤال، لو ثبت أن الفار لم يتحدث أو رجل الفيديو لم أو حكم فيديو لم يتحدث مع ماجد الشمراني، أنا أستغرب. الأمس المفروض
النقد ما نبقى الهجوم أو الإساءة، أقول النقد الهلالي أمس المفروض يتوجه لحكم تقنية الفيديو لأنه هو اللي يتحمل المسؤولية، والشبابين المفروض هجومهم وين يتحول؟ يتحول لحكم ماشي. المباراة لأنه هو اللي أخطأ عليهم في ثلاث حالات. طيب السؤال الآن، لو ثبت أن الحكم ماجد الشمراني لم يبلغه حكم الفيديو باللقطة هذه، هل سيعتذر الهلاليون للحكم ماجد الشمراني؟ هذا السؤال المفرد. لا، هل سيعتذر الهجوم اللي جاء مثلا على سبيل المثال؟ لا لا، في فرق بين اللي كان لا لا نتكلم على موضوع اللقطة، على تقنية الفار في البلنتي، هل هو ايه؟ تحدث ولا لا؟ لأن لأن انت تقصد على موضوع سعود كريري مع الحكم الرابع؟ لا انا اتكلم الان اللي صرح فيها انا باي ايه هذا الحكم الرابع الان باي حق؟ انا لو كنت انا مكانهم انتقد حكم الفيديو، ايش علاقه الحكم؟ الحكم ما 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 لقطه سريعه وشد ماشي، زاويه الرؤيه واضحه. لا لا ما هي واضحه، انت عندك واضحه، انت واقف مكان الحكم في لقطه. طيب يا جماعه خلاص، عشان معليش اسمع ابو ماجد. ابو ماجد حكم الفيديو، معليش بالله يا شباب، ابو ماجد تفضل. والله شوف انا بتكلم من الناحيه القانونيه والفنيه والمجتمع، عشان هي المشكله كلها المباراه فيها طرف نادي الهلال. انا كمشجع وكمواطن تابع الدوري الكبير هذا، بحس انه نادي الهلال لما بيلعب عشان انه فريق كبير وكذا، طبعا النصر فريق كبير، الاتحاد فريق كبير، الشباب بس جالسين لكل صغيره وكبيره. نحن اوكي من حقنا نحن كرياضيين وتويتر ومواطن مشجعين ونتكلم، بس الحكم بشر في الاول وفي الاخر. انا الان بالصدفه بفكر، كنت بتابع المباراه امس، اللي ضيع الدوري على الهلال الدوري الاستثنائي خط مباراة أحد، مباراة أحد الخط، الكورة اللي طلعت آوت وجاب هدف الهلال وما انحسب، رجعوا للتقنية قالوا إيش، رجعوا للتقنية بالصدفة وإيش وانحسب، يعني اللي حصل خرج الهلال خسران في المباراة ديك بالتعادل، راح على الدوري. تتعرف أمس كان برضو رجل المباراة الحكم في وسط الملعب، ورجل الفار ولا التقنيه اللي ماسك الاجهزه قدامه شايف في كره طلعت اوت، ما طلعت اوت لنادي الشباب. صحيح، انا استغربت، لاحظ استغربت الكره ما طلعت اوت، وحسان تنبكت اعتقد بيقول للحكم كذا قدام اللاين. طبعا رجعنا هنا الفار ما يتدخل بهذه الامور، معليش اوكي اوكي اوكي، جاي هدف إيه، لو كيف هدف دوري راح على الهلال. انا شوف انا لاني مع الهلال، جاء هدف يتدخل ولا مع النصر، المهم في الموضوع اللي حصل انا بقول لك الحكم معقول يعني لما نيجي ياخذ قرار لا نخش في الضمائر، نحن هذا الكلام لازم يكون بعيد، عشان كده لما جاء الطرق قال في خطوط حمراء وفي كده، خلي الكلام ده بعيد، لانه ما ينفع تقول لي انا قلت لك انا قلت له وقلنا لفهد المفرج سأل الحكم الرابع لا التقنيه، اسمع اسطوانات سجلات، مو معقول. ترى الحكم في الملعب بشر بيخطئ وبيصيب، بطولات عالميه راحت امس المباراه في الاول وفي الاخر، الدوري الان حسم لا هي مباراه كاس في الدوري، حلو مهمه وتنافسيه وكل حاجه وده، بس هل كلنا كده نجزم انه والله بلنتي، لا والله لو جاء كان فاز الهلال، لا والله لو حسبه كان غير المباراه، ممكن الشباب يفوز اربعه في المباراه ولا خمسه، يعني لو جينا حاسبنا المباراه وممكن كانت داهم البلنتي وضيعوه وجاب الهلال اربعه الشباب اربعه خمسه، والكرت اللي بيقول لك عليه الكرت الاحمر للكوري ياخذ كرت، بس نحن ما احنا قابلين انه ليش الهلال ينهزم اربعه خمسه، وليش وفي انديه ثانيه بتدور لمصالحها، نبغى كولار توقف، نبغى دا يتوقف عشان نلعب قدام الوحده، نحن جاهزين احسن لما نكون ناقصين زي كذا، يعني بتنحسب بالشكل هذا. لازم نثق في حاجه والله يا ابو نواف، ومن خلال البرنامج من هنا ترى حنتعب في موضوع التحكيم ده، لازم نثق في الناس وفي اللجنه وفي خلاص، ما دامت انتوا اخترتوا نحن نناقش، نحن ما احنا متاخرين، لا احنا فاهمين وعارفين، لكن في الاخير مين اللي بيحكم الا في الملعب؟ تقنية الفار، مراقبة المباراة، رئيس النادي، رئيس الاتحاد، رئيس، ولا أحد يتكلم إلا في الملعب هو اللي بيصف. إيه بس بعد تقنية طيب. الفيديو المفروض الأخطاء ما تكون موجودة. هي 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 قلت الأخطاء، هي قلت الأخطاء ماشي. أنا معك يعني، لكن موجودة حتبقى حتفضل موجودة. أيوه حتفضل موجودة. بالنسبة للمباراة بالنسبة للمباراة أمس وما صاحبها من أخطاء تحكيمية، مبسوط عاد أنت يا حسين ما يحتاج. برد بجاوبك على سؤالك من المستفيد. أنا أقول بشكل عام مباراة يعني الهلال ما ظهر مستوى جيد صراحة، وكان الشباب أفضل منه خصوصا الشوط الثاني، لكن حقيقة
الخطأ الأخطاء التحكيمية البارح أساءت للفريقين والهلال أكثر. ليه؟ على اعتبار أن ضربة الجزاء اللي احنا كلنا نتوقع نحن العامين الرياضيين اللي ما احنا قانونيين نقول ضربه جزاء، متوقع ضربه جزاء، انا ماني متوقع، يعني اللي اثار المشاهد المحايد مثلي مثلا انه الحكم حتى الفار ما رجع شاف اللقطه يعني لو رجع وشافه وقال مشي نقول الحكم اخذ رايه إيه اجراء قانوني وما وقف المباراه. هذا اللي حقيقه تشعر تراجع نفسك وتقول ليه الحكم ما رجع شافها في الفار؟ ليش يرجع يا حسين؟ اسمع كلام ايش قال، ليش يرجع يا حسين؟ ليش يرجع؟ اذا انا فوق إيه؟ انا فوق ما تصحت عليك انت. طيب انا ما انا مالو مايد الشمران الحكم الساحه انت لا لا انا اتكلم الفار يعني ألومة. الفار يرجع لا انت تقول ليش ماجد الشمراني ما رجع؟ لا استاذ حسين انا الوم ماجد الشمراني. لا لا دقيقه زاويه الرؤيه واضحه. لا 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 ما اتكلم عن الحكم، انا اتكلم عن التحكيم. لا تتكلم مشجع، اتكلم عن التحكيم. اتكلم عن التحكيم يمكن ما بلغوا اللي فوق. لا تتكلم، انت لا تفصل التحكيم. انا ما اتكلم عن التحكيم، حكم الفار وحكم الساحه كلهم هو الحكم، والتحكيم ضربه جزاء زي هذه اعتقد انها ضربه جزاء، وكثير يعتقد اقل تقدير انك تشاهدها حكم. يعني الفار بعد ما شاء يعني كلنا شفناه داعس، في بعض يقول كره تقدمت زي ما قال ابو ابراهيم تقدمت على اللاعب، بس برضو يا حسين لا تقول يشاهدها حكم، قل ينادونه الحكم اللي على الفار يعتبر حكم. طيب والدليل ان بعض خطا ماجد الشمراني هذا خطا كبير في المباراه. طيب دخل ماجد الشمراني الحين حتى مؤثر جدا، الاخطاء اللي ترتبت عليها هي اخطاء مترتبه، يعني خروج الهلال بعد الهدف الشباب الاول خرج من مباراه الهلال، كانت مباراه ماشيه في اتجاه مثل مباراه الطائي والاتحاد مثل لمسه اليد. والله اختم بدا عشان غلطه الفيديو، غلطه الفيديو من اليوم ساكت. انا ما اتكلم عن اتحاد ونصر، لا اقول مثلها، انا بتكلم انا اقول المباراه هذه خطا الفيديو، توقعنا كلنا توقعنا ان الحكم بيرجع يشوف الفيديو. اسمح لي يا ابو نواف، سواء استدعاء المصلحه بس. طيب لكن النقطه الغريبه انت توقعت إن... طيب يا جماعه كلنا. يا جماعه خل غالبيه يا ابراهيم لا انكابر، يعني انت توقعت. طيب ابراهيم اذا كان يعني خلي انت توقعت مو هي خلي يقول كلامه يا ابو ابراهيم. انا ما اتكلم لا النصر، انا اتكلم عن حاله تحكيميه. أيوة انت ربما توقعت. انت وعبد الكريم او اي واحد فينا يتكلم لانه انديه معينه تلعب او انديه مستفيده. بالنسبه لابو عبد ابو حسام نتحدث، ترى الانديه كلها مستفيده، خروج الهلال منافسة مستفيد الاتحاد ومستفيد النصر ومستفيد الشباب. حسابات ابو حسابات مختلفة منطقيا والهلال كلام صح منطقيا، النصر مستفيد لا منطقيا لا لا منطقيا الهلال يقابل الاتحاد وانت تراها منطقية هو يراها لا النصر يلعب النصر يلعب مع الهلال قبل الاتحاد. لو فاز النصر على الهلال، لو فاز الهلال على النصر حكون الاتحاد وضع افضل. ليش احنا نحصرها في نادي معين؟ ما هو خطا حقا؟ لا حيلعب مع الاتحاد في الكاس الميدان. ماشي ممكن لما حيلعب مع الهلال ماشي، لكن السؤال معلق ابو ما تفضل. لا لا لازم نخلص كلامه. اي لازم اذا فتح المساله رغبات الاداريين تيجي مباراه ثانيه اكثر سخونه، تيجي انديه ثانيه، بيجي الاتحاد بطوله الدوري. اذا والله جاتهم نقل او نقل المحادثه اللي بين الحكم الفار حكم الساحه لضربه جزاء حتفتح الباب لكل الانديه. إيه بس ولا يكون محصور لانديه معينه في طلب ما مو صحيح انه محصور لانديه معينه. حتى اعتقد ان المعلومه اللي ذكرها ابو حسام ان النصر لما طلب تم قبول طلب النصر. الشارع الرياضي انا يا ابو كاني بتاكد ابو نواف الشارع الرياضي انا مشجع اشوف الهلال معامله الهلال زي النصر، لكن هل معامله الاتحاد زي النصر؟ ما اعتقد. لا هي ما يعني اذا غمزت خلاص بنوافق. لا لا ما كيف لا لا الاتحاد 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 اصدر بيان ثاني يوم خلاه يعتذر. لا شفت ان شاء الله يرضى لي عليك يا حسين، انت ماشي كويس ومخليك الاخير ومعض فارش لك الموضوع كله. وش دخل هذا الموضوع في موضوع الاعتذار نادي الاتحاد؟ يا اخي يا اخي لا تشربكونا في اشياء بسبب التصريحات. والله العظيم لا تشربكونا في اشياء. عموما انتهى. طيب تكفى في 10 ثواني يلا ابدا. بس لا الجماعه تكلموا يمكن ابو عبد العزيز والحسين لما تحدثوا عن الهلال وركله الجزاء. اولا احنا تعودنا على الهلال هذا فريق كبير. يعني مو عدم احتساب ركله جزاء نؤولها على انه لو احتسبت الهلال حيعمل وحيعمل ويعمل. الهلال بكل صراحة الأمس ما كان مهيئ أصلاً إنه يكسب نادي الشباب بغض النظر عن موضوع المور اللي حصلت داخل الميدان. وبالتالي لا نقعد نروح ونجي نقول لك والله لو احتسبت ركلة الجزاء عمل الهلال أعطي حقه في المباراة. أعطي حقه في المباراة بس اللي ترى التصريح فهد المفرج. أنا وجهة نظري كعمل إداري تصريح ذكي، استطاع أن يرفع الضغط عن إدارة الهلال وعن مدرب الهلال وعن لاعبي الهلال ووجهه باتجاه آخر بحكم عنده مشاركة مهمة. ممتاز. أنا هذا رأي شخصي مني أنا.
كل الممارسات واحدة في كل الأندية، في كل صحيح. الأندية متشابه في حال صح. في حال حدوث خطأ ما في أحد أحسن من أحد، كل ردود الأمر الأفعال. يكون بنفس اللي احنا قاعدين الجمعات. نشوفه. خلونا نطلع فاصل ونرجع نواصل معاكم حلقتنا. رديت على الجنب ما في فاصل عي والله عود علينا. خلينا نروح نشوف تقرير الموضوع الثاني يلا. اصبر ما في طلع ما في فاصل ما في والله كنت بريحكم بس ايوه يلا نروح للتقرير. الكرة السعودية مليئة بالنجوم ولم تنجب لاعبين فقط بل أنجبت مدربين على طراز رفيع، ولكن أحدهم ينجح والبقية يسقطون في فخ الانتقادات ويتصدرون أقلام الكتاب وعناوين الصحف ومواقع التواصل. لماذا؟ لأنهم مدربون وطنيون. هل كان التدريب في يوم من الأيام حكرا على دولة بعينها أو مجتمع لوحده؟ بالطبع لا. فتش في الصفحات واقرأ التاريخ جيدا ستفيض عليك الأرقام. فمن لا يعرف عميد المدربين خليل الزياني والذي حقق كأس آسيا 1984 وساهم في التأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس في العام نفسه ودون الذهب في سجلات الاتفاق بتحقيقه بطولات محلية وقارية ومع القادسية أيضا. ومن لا يعرف ناصر الجوهر الذي كان وصيف آسيا 2002 وهل يخفى عليكم سعد الشهري الذي ساهم بتأهل المنتخب إلى الأولمبياد بعد غياب دام لأربعة وعشرين سنة وبطل كأس آسيا تحت 23 عاما ويعد أول مدرب في القارة يصل إلى النهائي مرتين متتاليتين. الوطني عبد الحكيم التويجري وقع عقده الجديد مع نادي سلافيا براغ للعمل مساعدا أولا لمدرب الفريق الأول، وليس هذا فحسب بل إن الكابتن محمد عبد الجواد يقيم محاضرات ودورات تدريبية للمدربين البرازيليين وهذا تميز غير مسبوق. المدربون الوطنيون مميزون ومتى ما وجدوا الدعم والبيئة المناسبة فسيكونوا في الصفوف الأولية، ولكن إذا لم يتم الاعتماد عليهم فسيبقون في الظل مثل أي موهبة لا يتم الاستثمار فيها. شكرا للزملاء على هذا التقرير. ما في شك انه المدرب الوطني، يمكن احنا في الديوانيه فتحنا بشكل بسيط في حلقه من الحلقات، لكن هذا موضوع مهم ولازم نعطيه حقه من الطرح ونشوف اراء ضيوفنا في حلقه اليوم عن عدم اعطاء الفرصه المناسبه للمدرب الوطني سواء كمدير فني او حتى على الاقل كمساعد. احنا نشوف عدد قليل منهم اللي يعمل الان في الانديه في دوري محترفين. الأندية الدرجة الأولى تعتمد على المدربين أيضا الأجانب، فالفرص تقريبا شبه معدومة للمدرب الوطني. أنا كان ودي أن يكون في عندنا أكثر من شخص في مجال التدريب عشان برضو يكون الطرح والنقاش عادل، لكن حنستعين إن شاء الله في مساعد مدرب سلافيا براغ أتشيكي الأستاذ عبد الحكيم التويجري. أستاذ عبد الحكيم مساك الله بالخير. مساك الله بالنور اخوي محمد، ارحب فيك وضيوفك الكرام وسعيد بتواجدي معكم. الله يحفظك. الله يسعد ايامك. والله انت شكلك عارف الموضوع عشان كذا رحت للتشيك، قلت اروح ادور لي فريق. لا ابدا، هو يعني الواحد يسعى ويعمل، واكيد مع التعليم ومع الاحتكاك المستمر والخبرات المختلفه، يعني انا اغلب ممكن تعليمي وخبراتي كانت خارج البلد اساسا من فتره طويله، ما هو شيء جديد، ولكن الحمد لله الواحد يتطور ويحرص على الاستمرار على الاستمراريه وانه يكتسب الخبرات في مختلف الدوريات ولله الحمد. ممتاز. كان عندك تجارب سابقه اخرها كان مع نادي الاتفاق والمنتخبات ما استمرت، ايش الفرق ما بين تجربتك في نادي الاتفاق مع المنتخب مع المنتخبات ايضا ومع الفريق التشيكي؟
والله الموضوع وانا اقولك مو موضوع استمراريه من عدمه، لكن ظروف العمل احيانا وتغير الظروف قدامك والفرص اللي تكون متواجده، والواحد يسعى انه يتطور زي ما قلت لك باستمرار مع التعليم المستمر مع الاحتكاك المستمر. اكيد الفوارق كبيره ما في شك، يمكن اليوم ان مقارنه العمل في الانديه السعوديه او في المنتخبات السعوديه مع اللي موجود في اوروبا اكيد في اختلاف جذري، في اختلاف في امور كثيره، في تفاصيل كثيره. صحيح ان اليوم نشهد تطور كبير ولله الحمد في كرة القدم عندنا في السعودية، لله الحمد يعني الدوري اليوم عندنا متابع من دول عدة زي ما تشوفون يمكن تتابعون في الأخبار، وهذا شيء موجود ومتواجد ونفتخر فيه كسعوديين. أكيد العمل تطور في الفترة الأخيرة، أنا متأكد من هذا الشيء بالرغم أني موجود بعيد، لكني أسمع الأخبار وأشوف اللي قاعد يصير في الأندية، ونحرص دائما أن الأندية تكون في أفضل مستوى وفي أفضل حال. أكيد العمل في أوروبا تجربة مختلفة تماما بكل حذافيرها. طيب يعني ردة الفعل، يا ليت تعطينا فكرة عن تواجد مدرب سعودي في أوروبا، كيف يعني حصلت هذه الفرصة؟ يمكن الآن عندنا تجربة نعتز فيها بتواجدك أنت، وأيضا الكابتن أسامة هوساوي أيضا اللي له كم سنة الآن يواصل عمله في أحد الأندية الأوروبية. والله يعني أنا كنت من الناس اللي محظوظين يمكن في فترة من الفترات اللي بديت مع برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، البرنامج اللي أطلق في أسبانيا قبل 4 سنوات. البرنامج هذا يمكن نقطة الانطلاق بالنسبة لي أني أنتقل إلى خارج السعودية وأعيش تجربة احتراف حقيقية خارج السعودية. عن طريق البرنامج هذا طبعا فيه باستمرار في تكوين علاقات مستمر مع الأندية الأوروبية مختلف درجاتها ومختلف فئاتها ومختلف الدول. أحد الأندية هذه كانت سلافيا براغ، وكان طبعا نادي سلافيا براغ بحكم القرب مني بيني وبينهم من فترة سابقة متابعة بعض اللاعبين اللي كانوا يخوضون تجارب هناك، فهذا شيء يسهل عملية الانتقال والعمل معهم بحكم في وجود معرفة سابقة أساسا بيني وبين النادي، فهذا شيء سهل أيضا عملية الانتقال عن طريق برنامج الابتعاث إلى سلافيا براغ. ولكن اليوم البرنامج بتاع السعودي في مواهب كرة القدم يمكن العلاقات اللي بناها مع مختلف الأندية في مختلف الدول الأوروبية، هذا شيء بالنسبة لنا يعني نشعر بالفخر بوجود هذه الجسور المتواصلة مع مختلف الأندية. وردة الفعل اليوم اللي أنا شفتها ولمستها سواء في الشيك أو حتى في الدول اللي محيطة فينا، أكيد أن الخبر هذا كان ملاحظ، لأنه في عملية استغراب عند الناس أن شلون مدرب سعودي او مدرب عربي وصل الى نادي او اكبر انديه تشيك. يمكن اليوم انا عندي احد الزملاء في الدوري الالماني في الدرجه الثانيه في الدوري الالماني، مش المستوى الاول المستوى الثاني، يقول ان الموضوع انتقال مدرب سعودي الى نادي سلافيا براغ اللي هو احد اكبر انديه تشيك الخبر متداول في المانيا، فلك ان تقيس حجم التاثير كبير على مستوى الدول اللي محيطه فينا. ممتاز. ان الناس تسمع بالعمليه هذه، ولكن أكيد تفاصيلها وأبعادها ما يعرفون عنها شيء الكثير، ولكن الخبر متداول بشكل كبير، والحمد لله استقبال الخبر كان عندي محليا في الشيك كان مميز، وأنا لامس هذا الشيء الحمد لله. يا سيدي واصل يا حبيبنا، وإن شاء الله ربي يوفقك، ويعني هذا الشغف اللي موجود عندك وتسلحك بالدورات وأيضا التجارب مع المدربين وفي الدوريات الأوروبية بالتأكيد يعود عليك ويعود علينا إحنا إن شاء الله بالفائدة. لكن خليني أسألك سؤال مهم واعتبره السؤال أخير في هالمداخلة هذه، ما أبغى نطول عليك، هي الفرص بالنسبة للمدرب السعودي في الكرة السعودية ضعيفة، إيش الأسباب من وجهة نظرك؟ والله أنا دائما أقول المدرب السعودي له وعليه، المدرب السعودي يجب أن يحرص على التطوير، على الاستمرارية في التعليم، على اكتساب الخبرات مهما كانت. ولكن الأمر أكيد أن الناس سهل اني انا اجي من موقعي واقول ان ما في ثقه من الانديه، ما في ثقه من المسؤولين، ما في ثقه من المسيرين الانديه، ولكن اليوم انا كمدرب سعودي انا مطالب باكتساب الخبرات، انا مطالب بالحصول على افضل تعليم، انا ولله الحمد شهادتي ويفا برو. يمكن شهادتي ويفا برو ما كان سهل، تجربه كانت صعبه. نعم. قضيت فيها تقريبا حول 11 سنه لما وصلت الى اني اخذها، ولكن التعليم الحاله ما هو كافي، تعليم اللغات الحالة ما هو كافي، كتاب الخبرات ما هي كافية، لازم الناس تعرف أن أنت متواجد. في نهاية الأمر أنا ما أقدر أني أقعد وأحط يدي على خدي وأجلس في البيت وأقول أن أنا عندي تعليم واكتسبت خبرة معينة وأنا جالس، ما قاعد أزيد من هالخبرات، ما قاعد أوصل نفسي للناس، ما قاعد أتواصل مع الناس. الأمر صراحة يتطلب مجهود من المدرب، نعم، ومجهود ما هو سهل، ولكن نفس الشيء اللي موجود في الأندية عندنا نحتاج إلى تغيير هذه القناعة، وأتمنى أنا يعني أنا حريص على ان هالقناعه يوما من الايام ان شاء الله انها تتغير بمشيئه الله، تغير على يدك ان شاء الله، اللي واحد عنده هذا الشغف في التعليم والتطوير باذن الله يعني يكون مفيد
لنا إن شاء الله في المستقبل في كرة القدم السعودية. يعطيك ألف عافية، شكرا لك يا كابتن عبد الحكيم، موفق إن شاء الله، ونسمع عنك أخبار ممتازة. استاهل. أي والله استاهل كثير. أنا عندي بس مداخلة واحدة من واحد فيكم يتبرع قبل الفاصل. أنا رجل أعرفه شخصيا، أنا رجل أعرفه شخصيا، إذا خل أتكلم عنه لأن أشرح لك حاجة مهمة. قرعة حاجة مهمة بعد الفاصل. خلاص أنا معقب عليه، أنا معقب عليه ومن خبرة. إيه أيوة. شرح لك إيه. يلا. وجوده في التشيك شيء ممتاز. انت برضو تكلمت قلت الكابتن أسامة هوساوي مدير عام نادي، نحن محتاجين المدربين السعوديين فعلا ولا الاداريين السعوديين يطلعوا برا احتكاك احتكاك واستفيد واستفيد. انا كنت متابع ومرافق لفريق في اسبانيا لمده سنه، مرافق كنت متابع، استفدت حاجات، اديك ادل حاجات خفيفه كده بسيطه تقول لي بس استفدت منها. ممتاز. وفعلا ممتاز. تقدر تقدر انك تستفيد منها هنا. تتعرف الساعة الزمان لما يكون عندك بالطيارة ساعة زمان تقول الأجواء وما الأجواء تكون متغيرة، هذه الأجواء إيش اللي بيحصل؟ كنا بنلعب في خلال ساعة، نسافر بالطيارة، نسافر في نفس اليوم ونلعب المباراة ويرجع الفريق. ايه؟ معي أنت؟ ايه؟ الآن عندنا في السعودية الدوري حقنا الفريق يسافر قبلها بيوم ماشي. ومدري مين يستقبله لا 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 ده كله سافر بنفس اليوم. طيب. في نفس اليوم في نفس اليوم يلعب المباراة وما ممتاز. في اي تعب النصر مباراته العداله في نفس اليوم. فاصل ونرجع لكم. بقول لك حاجات بكون معك. المطانيخ يومياً مباشرة عند منتصف الليل. رمضان على السعودية. ما أحسن أن نلتقي على دراسة الآيات القرآنية، خصوصاً تلك الآيات التي فيها إشارة إلى وقائع من وقائع السيرة النبوية. ومن ثم فإن دراسة أسباب نزول الآيات يعين على ذلك. الأيام الخالية، الموسم الرابع، يومياً الثالثة والنصف مساءً. رمضان على السعودية. أنا رح أسكن هون، أنت ساكن هون؟ أنا ساكن هون. حلو. من زمان. أنا حناوي، أنا الحاج السلامس، إحنا ملوك السوق. الحاج حناوي رئيس اتحاد الملاك. مازال حيبتدي. هدوء من فضلكم. وفي حد بيتكلم عمال تقول هدوء؟ ما إحنا قاعدين أهو ساكتين. أيوه حاج. تعال يا ابني شوف مين الراجل ده. إيه ده؟ ده صاحبك اللي صورته متعلقه معاك جوه في الورشه. انا شاكك في حد شبهك. حتى ايه هو انا؟ طب استنى كده اما اتاكد. لحقت تنسى صوتي؟
هاي وديتكو السيتي فين؟ عهدنا الزاهر وهذه همتنا. بقوتنا وإصرارنا عمرنا ما تراجعنا، سطرنا قصص وبقت آثارنا، ولا زالت تطوق المجد وتخلق قصة فخر. شجاعتنا، كرمنا، نخوتنا، من هنا كانت بدايتنا. بحكمتنا وصلابتنا سرنا وعمرنا، وصلنا للعالم بكل جدارة، سابقنا بالإنجاز كل حضارة. نحكي رؤية ومسيرة وتطور ونجاح لكل دول العالم. ويك يوميا الرابعة والنصف مساء، رمضان على السعودية. مية وعشرين وحدة سكنية في مشروع ترعية السكن. كلية الملك دراني للطفولة خرجت كفاءات اليوم يفتح فيه. بدأ العمل في إنشاء هذا المركز لعلاج مرضى السرطان. تم تشييد مطار دولي، هذا المشروع يقدر يخدم 400,000 لاجئ، يحسن من جودة الخدمات. شكر كبير للصندوق السعودي إنه وافق إنه يمول المشروع. السعودية تقبلنا، جعلت من الحلم حقيقة. المطانيخ يومياً مباشرة عند منتصف الليل، رمضان على السعودية. حياكم الله في الجزء الأخير من برنامج الديوانية على شاشة الرياضية السعودية. ضيوفي مع حفظ القاب اليوم صالح الطريقي، عبد الكريم الزامل، كابتن الكبير عبد الله خوقير، وأيضا حبيبنا عادل الملحم، عبد الرحمن الجماز وحسين الشريف، منورين في حلقة اليوم. الحديث عن المدربين الوطنيين والفرص الضعيفة اللي الآن موجودة في الدوري. أبدأ معك أبو حسام، ايش رايك في الموضوع هذا؟ ليش ما في ذاك الثقه الكافيه للمدرب الوطني انه ياخذ فرصته؟ نقدر نقول او نحصر المشكله ليست مرتبطه لا بالمدرب الوطني ولا بالاتحاد السعودي لكره القدم ولا بالمجتمع الرياضي بشكل كامل او الاجهزه الاداريه في الانديه، هي مشتركه بين الجميع. المدرب طبعا بدايه لازم تتوفر فيه اربع عناصر: الموهبه والذكاء والشغف والصبر. شخصية طبعا هذه كلها مجتمعة مع بعض، لا يمكن ينجح واحد ما لا يملك الشخصية كيف بيدير مجموعة أو مجموعات. نعم. هذه الأشياء هذه إذا لم تكن متوفرة في المدرب لن ينجح أو لن يستمر أو لن يجد الفرصة. عندنا هنا أيضا المدرب يجب أن يكون فيه تفرغ كامل. هي في النهاية مهنة ومهنة مربحة ومهنة فيها هي مهنة المصاعب ومهنة المشاكل والضغوط النفسية، ولكنها مهنة تحتاج صبر، تحتاج ذكاء، تحتاج شغف، تحتاج اطلاع. هذا من جهة المدرب الوطني. من جهة الاتحاد السعودي لكرة القدم أنا وجهة نظري يجب أن يكون له تدخل، ويجب أن يكون زي ما هو قاعد يدعم اللاعب السعودي واللاعب المحلي ويتيح الفرصة للإداريين السعوديين، يجب أن يدعم المدرب.
أنت الآن أنت اللي قاعد تصرف على المسابقات، أنت اللي تصرف عليها، إذا بإمكانك تفرض على الأندية. على سبيل المثال الدوري الأولمبي، ليه ما تجبر الأندية أن يكون مدرب وطني؟ نعم. الآن قبل 7 10 15 سنة أقول لك والله كانت فيها صعوبة، الآن ما شاء الله لو تحسب المدربين الوطنيين في الـ5 سنوات الأخيرة الدورات التدريبية نشوفها، ونجوم كبار نجوم دوليين حصلوا على الشهادات. الآن مهمة اتحاد كرة القدم ومعها وزارة الرياضة، الدوري الأولمبي يجب أن يقوده أطقم سعودية 100%. هذا هو صحيح. مدرب ما في دوري أولمبي، قصدك دوري الرديف. الرديف. الرديف أو الدوري الرديف الآن القادم، الآن الأندية كلها مجبرة على المشاركة فيه. يجب هذا اقتراح. يجب أن يكون الجهاز الفني التدريبي للفرق سعودي. مساعد المدرب. لا. الفريق الأول. لا الفريق الأول لا. نحن حصل طيب. انه استغنى ماشي للسلبيات والايجابيات. لما يجيك الدور كابتن للسلبيات والايجابيات عندك دقيقه صح؟ لا هو خلاص ابراهيم تفضل. طبعا نتكلم عن قضيه المدرب في 3 معوقات حقيقه، وانا اتكلم عن القاعده وابدا في المعوق الاول. ان الله لا يغير ما بقوم ما لم يغيروا، وهذه واحده من اشكالات ان المدرب الوطني لا يعمل على نفسه بشكل جيد. صحيح. انا اتكلم عن القاعده وليس الافراد، يعني مثلا اللقاء اللي تو احنا نتكلم عن شخص حاله استثنائيه. وبالتالي هذه واحده من الاشكالات انه المدرب لا يعمل، ليس لديه طموح في هذا المجال. لهذا تجد دائما التدريب مهنه اخرى. مهنه في بارتايم. ليش حكمت انه المدرب ما يشتغل على نفسه ومدرب ما له طموح؟ لاني لقاءاتي فيهم يعني من خلال تعطينا معلومه من خلال يعني في امور كثيره. يعني على سبيل المثال تخيل مدرب ودرب ويدرب مدربين ثم اتكلم معاه عن مساله الفروقات بين الكريات الدم البيضاء والحمراء بالنسبه للاعبين، يقول انا اول مره اسمع فيها. المفروض أنت هذا تخصصك. فعموما الغالبية لا يعمل وليس لديه طموح، مثل الأخ اللي راح وسافر وتغرب من أجل أن يطور ذاته. نعم. هذه واحدة من الإشكالات لدينا. المعوق الثاني واللي ما له شغل المدربين فيه وهي الأمن الوظيفي. هل هو لما يشتغل مدرب حيصير تابع التأمينات بالنسبة راتب التقاعد ولا للتقاعد وش اللي حيصير فيه؟ هذه حقيقة لا يتوفر فيها أمن وظيفي اللي هي التأمينات. يعني أنا ربما أعتقد برا المدربين برا المهنة مهنة عنده ويدفع مكتوب في الجواز حقه في الجواز ويدفع اللي هي 9%. هنا مو موجودة فما في أمان. الأمر الثالث اللي يعيق وهو تعامل الأندية والاتحادات أيضا مع المدرب. وهنا أنا حروي تجربتين أنا عايشتها العقد الماضي وكتبت عنها أيام في الرياضية. الأولى كان المقال كان بعنوان الشرفاء، أظن يذكرها أبو عبد العزيز، الشرفاء والأمور والهموم الصغيرة. الشرفاء طبعا هشام الشرفاء اسمه، هو مدرب لاعب كان كرة يد، ثم عندما ابتعد أو أبعد أو رحل مدرب المنتخب لليد السويدي مسكوه هو لفترة، فبعدين راح يشتغل على نفسه يطور نفسه. فمن الأشياء اللي كان يسويها ياخذ دورات في اوروبا. كيف ياخذ دورات؟ انه اروح للنادي مثلا نادي في المانيا مثلا جيد في كره اليد، اطلب منهم اني ايش؟ انضم لهم، اني انضم اتدرب وادفع مقابل، عاده في الغالب مقابل تدفع او مجانا، يا بمقابل يا بمجانا، بحيث ياخذ دورات عمليه. فاشتغل 14 دوره راح مع انه عنده اولاد ويصرف عليه، والاتحاد السعودي لكرة اليد ما ساعده. يعني تخيل انه ما في احد يدعم هؤلاء الاشخاص اللي لديهم الطموح. اوكي احنا قلنا اغلبهم ما عنده طموح، طيب اللي لديه طموح ليه ما تدعمه؟
أضف إلى ذلك تجربة أخرى للأندية، وكانت حتى كان كتبت عنها مقال الحبشي هذا الخائن، وهو كان مدرب الهلال في فترة، عندما كان مدرب الهلال البرازيلي الأوسكار كان هو ماسكهم، بعدين مشوه بسبب الهزائم، وكان في حسين الحبشي، فقالوا له تعال يا حسين إيش نمسك الفريق، أول مباراتين مشي مع الفريق، فهو قالوا له إيه تستمر، قال لهم أبقى عقد، وطلب عقده أنه مقدم عقد 150,000 وراتب شهري 15,000، أذكر أنا كاتب الموضوع. فبينما كان أوسكار اللي قبله البرازيلي راتبه شهري 375,000، يعني فهمت علي، هذا حق سنة أقل راتب. ما الذي حدث؟ فجأة الإعلام، وطبعا الإعلام الهلالي بدون ما أتكلم عن إعلام الهلالي، شن حملة على هذا اللاعب، عشان كذا سميته في المقال الخائن، إنه يسموه خائن وناكر للجميل، وين هذا وانت ابن النادي وانت ما أدري إيه، يعني ابن النادي تبغوه يشتغل مجانا، مو حرام إنه ما تعطيه عقد؟ وهذه أيضا واحدة من المشاكل عند الأندية، أنها لا تدعم عند إدارات الأندية. إيه إيه. رئيس النادي وإدارته فعلا حصلت كثير، هذه الأندية لا تدعم هذا المواطن. فهذه الأمور الثلاثة أو الثالوث المعيق أنا أسميه لتطور المدرب، المدرب نفسه الأمان الوظيفي غير موجود في الوظيفة، ما يعرف وين يتقاعد في النهاية، والأمر الثالث تعامل الأندية والاتحادات، يعطوا الملايين للمدربين الأجانب، بينما لما يطلب مواطن مدرب يطلب مئات الألوف يقولوا له خائن. هذه حقيقة المعوق. تفضل أبو صقر. أنا ملتزم دقيقة عشان قبل شوي تقول لي لا، أبو إبراهيم يقول لك لا يعني لا. أنا أعطوني هالوقت هذا سجل متنازل عنه 60 ثانية وقفني يلا، هذا راحت 60 ثانية هذا الستوب عندنا يلا. لا بس أنا أقول كلمة باختصار صحيح. الآن موضوع المدرب الوطني تعرفه أنت، حكينا عن قصته أول، أنت قلت أنك تعرفه، هذا ما مو دقيقه اذا كان يتكلم عبد الحكيم التويجري، اتكلم عن عبد الحكيم، لا التجربه فيه، لا انا بتكلم عن دقيقه هذه، لا واضح مختلف، ابعيد لك يلا هذه دقيقه زين. المدرب الوطني مختلف، عبد الحكيم التويجري طبعا صديق عملي ارامكوني، ورجل إيه؟ شغوف ومحب للتدريب، واضح اصلا والرجل الحقيقه انا من الناس اللي مبسوط بهالتجربه إيه؟ وان شاء الله ولا تفتخر فيه بعد، يستاهل جدا إيه؟ يعني انا قلت لك هو زميلي في العمل، هو لديه طموح. انا اقول بس الان الفكره، الان احنا المنتخب الاول اصلا احنا ما عندنا الا ثلاث بطولات خليج اسيا عرب إيه؟ لو نتكلم عن بطوله يعني إيه؟ مش قلت تاهل كاس عالم، احنا متى اخر بطوله اصلا حققناها مع مدرب الوطني؟ تكفى ابو صقر هذا 2002 أيوة. طيب خليني اقول لك بكمل لك، طيب انا اللي اقول لك ليه الان احنا مقبلين على بطوله قاريه إيه؟ وصل من اللي يمسك اللي في المنتخب في جنوري 24 إيه؟ بطولة قارية إيه؟ أنا أقول طيب الآن ما في داعي، يعني الآن عندنا مدرب وعندنا مجموعة جيدة بقيادة سعد الشهري، أنا أقول شو المشكلة أني أنا ما أجرب سعد الشهري في هالبطولة القارية؟ لأنك أي حد بيجي بيطلع بتقول لي هذا مو أجنبي، علمني الأجنبي اللي معي من 2002 إلى اليوم، شو حقق لي؟ ولا شيء. من 2002 لم نحقق أي بطولة، لا على مستوى آسيا ولا عرب ولا خليج، وبالتالي أنا هذه مشكلة مدرب؟ والله اذا انت كل اربع سنين بتجيب لي جهاز فني وفي النهايه بنخرج مولود بلا حمص، انا اقول الان عندنا سعد الشهري مثل ما تجربه في يوم من الايام خليل الزياني نجحت إيه؟ تجربه الخراشي وحمد الخاتم والسلوى نجحت، نجرب سعد الشهري ورا ما تجربون المدرب الوطني في الانديه. يا سلام، ها ليش ما تجربون المدرب الوطني؟ ممتاز. يعني ليش انتم هذا المنتخب دارك صغير وحط فيه مدرب وطني خله يجرب انت حين وما عنده الا الخليج وما عنده الا اسيا؟ كيف دارك صغير؟ لحظه لما تقول نواف، انا لما اقول دارك صغير ولا جاي انتقد، وكاني اليوم انا اجي واقول ابعدوا المدرب العالمي زجالو، يجيك واحد يقول حرام عليك زجالو إلى قبل سنتين جايب لك بطولة إيه؟ ومحقق لك آسيا خمس مرات، أنا ما عندي إنجاز الحين إيه؟ أنا مع المدرب الأجنبي صفر إنجازات إيه؟ لحد يجي يقول تأهل كأس العالم، أنت الآن عندك مجموعة موجودة وتتكلم عن وطنيين مدربين وطنيين، ها
ايش فيك انت؟ يلا يلا جوش الدقيقة ذي. انا لي دقيقة. والله قطعتوني لانك بس. ابو ابراهيم يبي عبد الحكيم تواجدي وتحاسبني على الدقيقة يا ابو نواف. انا لي دقيقة. انا مظلوم في هالحلقة. لا بالله ما انت مظلوم ان شاء الله. لي دقيقة. طيب اصبر الدقيقة ذي بعد بتخلص. دائما خلص. دقيقة اطول من 10 دقائق. ايش رايك بالفكرة؟ يلا لك 57 ثانية هذا معدلك من الحين. ايش رايك بالفكرة؟ شوف انا بصراحة عجبني ردك يا ابو نواف عليه. والله. حينما يأتي الحديث عن المدرب الوطني طبعاً اللي يتحمسون له اللي يتحمسون له مثل بصيح أندية يقول لك لماذا مثلاً لا نتيح الفرصة لأنه نجرب هذا المدرب. طيب عد السؤال أنت قلت له السؤال مهم ما نجرب طيب قدم نجرب في طيب لو تقول الآن لو تحط استفتاء هل الجماهير النصر هل ترى أن سعد الشهري يدرب فريق النصر كلهم بالرفض أنا ولا وافق. مدرب ولا مدرب عالمي أنا والله حالة والله يا واف حالة استثنائية لا يقاس عليها معناها لأنك صوت واحد ماشي أوكي المدرب الوطني الجماهير معاك صراحة المدرب الوطني وش مشكلته عنده مشاكل طبعا هو يتحملها ومشاكل ما يتحملها هو المشكلة الأولى المهمة يعني من أبرز المدربين الوطنيين في الفترات الأخيرة مثل خالد القروني ما كانوا متفرغين للمهنة ما كانوا ما في امن وظيفه ما كانوا متفرغين إيه لانه طيب طيب انت لك في مكانه تفرغت ايه تفرغ اذا انا ايه تفرغ وش تسوي يعني تروح الملعب وش تسوي لا انا اذا انا ما عندي انا ما عندي ما عندي نادي وش اتفرغ عليه اذا عندي تقاعد هي المشكله اذا عندي اذا عندي انا رغبه إيه؟ واصرار يعني انا اقول لك مثلا انا اول ما تفرغت للعمل الصحفي في 94 ممتاز كان الاراء اللي الدائرة الضيقة كانت تعارض كيف ما في عمل خاص وما في أمن وظيفي وما في الكواصل إلى أن تقاعدت مبكر بالتالي هذه ترجع إلى رغبة الشخص وإصراره وثقته في نفسه وأنه يكون مدرب متفرغ ماشي. عندنا محاولات سعودية للمدربين في الخارج بس هي محاولات خجولة مثلا سامي الجابر كان مساعد المدرب لوكسير الفرنسي علي كميخ في الفيصلي الأردني ومعه عبد الرحمن كان يدفع فلوس أيه ما كان مساعد أيه نفسه ونفسه حتى أيه كلهم تجارب يدفع علي فلوس علي تجارب ماشي هل تتقاضى مقابل قال له أنت عارف ظروفهم المادية وكان يبغى يصنع لنفسه كلهم كذا وهذه كويسة منه مع عبد الرحمن الحمدان حتى عبد الحكيم نفس الشيء محمد عبد الجواد كان يدرب في فريق شباب انترناسيونال البرازيلي كل وابع. هذه المحاولات أيه. هي محاولات خجولة طيب الآن لما تقول أنا والله أنا ضد الرأي إنه والله أجبر الأندية على أن يكون مدرب الوطني مساعد مدرب الفريق الأول لأنها تجربة فاشلة إذا لم يكن المدرب إذا لم الوطني سبق تجربتها على فكرة تذكرون لما كانوا يدعمونهم بالراتب 10,000 ولا استمر أعتقد زي كذا ولا استمرت إيه؟ إذا لم يكن المدرب الوطني هو من نفسه إيه؟ عنده حالة الشغف وعنده الإصرار وعنده الرغبة في التفرغ الكامل والموهبة طبعاً طيب. سيفرض نفسه وسيغير المفاهيم الجماهيرية ومسؤولية الإدارة مثلاً في أسماء ناجحة ماشي كابتن عبد اللطيف لا لأنه معلش أبو نواف كل واحد مدرب الوطني الآن ارتبط دائماً مدرب طواري ماشي تفضل أنا كنت بأيد على كلام أبو صقر لما بيتكلم في موضوع أنه المدرب الوطني نساعده في المنتخب البطولات آسيا الخليج العرب لما نجرب أنا برجع للمنتخبات العربية عندنا مصر الأردن الجزائر المغرب تونس كلهم هذولا بيشتغلوا في الدوري على مدربين عندهم وبيشتغلوا ساعات على مدربين أجانب بيجيبوهم فصل الدوري بيجوا في الأخير المنتخب بيجيبوا له إيه؟ أجنبي مدرب لا محلي مدرب محلي صحيح ونجاحات المدرب المحلي وصلت كأس العالم في أفريقيا يعني أكثر من مدرب من يدرب مصر من منتخب مصر عطنا مثال اللي تقول مثلا لا 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 احنا نتكلم الوقت الحاضر الآن السعودية لا الحين نتكلم في حسن شحاتة الآن في توريا يدرب منتخب مصر رينارد كان يدرب منتخب المغرب وقتي أنا بكلمك النجاحات والبطولات أنا عندي منتخب المغرب الأخير اللي لعب في كأس العالم المدرب اللي وصلهم معي انت بس انت هو بيتكلم يقول لك التجارب الخجوله نحن ما بندعمهم بقوه الاعلام عندنا ما بيساعد وال يا اخوينا شفناهم عشان ساعدهم استنى لا لا شوف خلينا نشوف لما نتكلم ابو في الانديه خلينا نشوف لانه ما عنده مهنه
طيب يا اخي هذا السؤال ورا انت الان انت الان بتصير رئيس الوحده ابدا من الان بتصير رئيس الوحده ابدا بنفسك والله تجيب أنا تجيب مدرب وطني للوحده اذا كان عنده شخصيه وكاريزما اعطيتني اذا شفت المخرج ذا انا هذا ما ابغاه مستحيل عندنا 7000 مدرب ما عنده شخصيه مستحيل انت انا بجيب لك ناس عندهم شخصيه اول شيء هو اللي يبدا بكذا انه يعرف اللي عنده كاريزما وعنده شخصيه ويقدر يصير مدرب ويقدر يدرس ويقدر يتعلم ويسافر برا يدعمه ويدعمه يأمن له مستقبله المهني ال حتى يمشي الأمور. أما أخي بغي يعقد الأمور يا أنا أروح أصرف اللي عندي وماجد الحين هذا الأسئلة دي تسألونها المدربين اللي أصلا ما عندهم لا شهادة أي ولا أما حق الطواري الوقت هذا ما ينفع أجانب ويجون ولو ما الآن التنظيم الجديد كان شفناهم إلى الآن موجودين هل تسألونهم ذا الأسئلة أنت بيه يدرس وتبيه يتدرب وتبيه يترك شغله وتبيه ما ادري ايش ويقعد سنين عشان انت تقتنع فيه بعدين هذا مو منطق يا ابو ماجد لا لا لا, لا اقعد انا اتوه انا واضيع مستقبلي اضيع مستقبل عيالي انا قلت لك اهم شيء التامل الوظيفي طيب قال امن لك رئيس امان يا سامحني انت امن له وظيفه محمد يلا عشان انا مدرب خذيت دقيقتكم لا تنسى انه الجامعات الغت كليه التربيه الرياضيه يلا بالنسبة للمدرب الوطني حقيقة هو الحلقة الأضعف في المنظومة الرياضية وهو الصورة الذهنية الضعيفة لكل نادي احنا نعرف المدرب الوطني دائما في حالة طواري طالما المدرب يقبل نفسه اي مدرب وطني يقبل ان يكون مدرب طواري لثلاث مبارات المبارتين لمبلغ بخس هذا كله تأثر على الصورة الذهنية يعني احنا نعرف ان المدرب احيانا زي ما تكلم عبد الله وتكلم الزملاء المدرب الاجنبي احيانا له هيبه على اللاعب نفسه كثير من اللعيبه نعرفه تتكلم معاه المدرب الوطني اللاعب ما يستجيب معاه فبالتالي اول شيء تعدل صوره ذهنيه للمدرب الوطني تختار نخبه من المدربين الوطني تشتغل عليهم لكن مو كل لاعب اعتزى قال ابغى اكون مدرب وطني يكون مدرب وطني احيانا المدرب لابد ان يكون عنده مطلع مدرب محتك مع مدربين اخرين يبدا السلم من البدايه من خلال الدورات من خلال الاحتكاك يبحث حتى لو ما لقوا فرصة لابد المدرب يقاتل من أجل إيجاد فرصة لأن الصورة ضبابية على المدرب الوطني أي مدرب أي نادي تقول له خذ مدرب وطني يقول لك لا هذا مدرب طواري يجيبه في آخر الدوري آخر أربع مباريات فريق حق نتائج سلبية حط المدرب لكن في مدرب سؤال هل رؤساء الأندية الآن تلومونهم في هذا الجانب ولا قد يكون عندهم مثلا وجهة نظر بانه المدرب الوطني غير جاهز في المرحله نجاح المدرب يعني ممكن هذا الشيء يصير نجاح المدرب نفسه نستشهد بسعد الشهري ماشي سعد الشهري رفض عروض للاتفاق على الشهري ان يكون مدرب مؤقت قال تبغى يكون مدرب معك تعطيني عقد زي مدرب الاجنبي والمحمدي في الاهلي لما لعب لما درب الاهلي فتره ثلاث سنوات اعطاه درب فيها لكن للاسف غالبيه المدربين الوطنيين يقبلون بالدور الضعيف طالما انك قبلت بالدور الضعيف دور العيشه ايش تبي اللاعب ما يستجيب لك النتائج كلها تجي في النتائج السلبيه ما تجي نتائج ايجابيه لكن المدرب اللي يسعى ويجتهد وبيحصل فرصه حتى نجاحات المنتخب مدرب وطني يعني من الصعب انك تحكم المدرب الوطني يعني في مدربين اجانب اشتغلوا يعني تهنى كاس عام 94 على اخر مباراه جاء محمد الخراشي صح له دور كبير في المباراة لكن ما تقدر تغفل الجانب الإعدادي والجانب البدني والتكتيك والأسلوب المنتخب اللي لعب فيه سواء في المنتخب في البطولة هذه أو بطولات مشابهة حتى على مستوى الأندية أنا أعتقد في مدرب حضر الاتحاد في 2003 مباراة واحد جاب دوري هل يحسب للمدرب هذا ولا يحسب لفريق موسم كامل اشتغل فيه مدرب آخر فالصورة الذهنية للمدرب يتحمل الضعيفة هذه يتحملها مدرب بالدرجة الأولى وتتحملها أيضا الأندية وإن كانت الأندية ما تلام لأن الضغط الجماهيري الوعي للشارع الرياضي بخصوص المدرب ترى ضعيف ما هو ما يؤيد إنك مغامرة تعتبر الأندية ما يتحملها المدرب الوطني لوحده ممتاز بس شوفوا يا جماعة الخير من وجهة نظري أي شيء موضوع ادعم معناته إنك أصلا أنت الآن تقدم المدرب يعني بشكل ما هو مناسب أنت الحين طالب شخصية وفي نفس الوقت أنت تيجي تروح للنادي وانت مدعوم يعني في النهايه ما يعني ما حيتعاملون معك باحترافيه اكثر لابد يكون فيه امر معين بالنسبه للمدرب يقوم فيه عشان يكون مقنع اما قضيه مساله الدعم ما ادري يعني جربناها فتره سابقه ما نجحت ماني متاكد من رايي بس انا يعني انا اقول موضوع الدعم هذا الدعم مهم يعني للاشخاص اللي يعني مثل الاخ اللي هنا نشوف من المفترض انه يدعم وانه البعثه هذه
تدفعها، فهمت علي؟ وزارة الرياضة هذا 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 هذا, هذا هذا بدون أدنى شك، يعني متفقين معك فيه. إذا في عندنا ناس زي كذا، خلينا نشوف مباريات الجولة 23 اليوم نتابع. عندنا أبها والباطن، والتعاون والاتفاق، الفيحة والنصر، والوحدة والاتحاد. الوقت اللي بقى عندي عشان نكون واضحين 5 دقائق، يعني نص دقيقة نص دقيقة. لا لا دقيقة لهم، هو خمس. أنا خمس دقائق. لا ما. أنا دقيقتي وأنا نص دقيقتي الأستاذ عبد الله خبر. ترى بقول تمسوا على خير. لا أنا بس مباريات بكرة يمكن أهم مباراتين، النصر والفيحة والاتحاد والوحدة. أتوقع يعني يمكن الاتحاد والوحدة قد تكون الاتحاد من طرف واحد يمكن بحكم الفوارق الفنية الكبيرة. في مباراة النصر والفيحة بحكم انها جالس جنبك يعني شوية. ايه طرف واحد خلاص. والله على حسب حبيبنا. انا بجي في شو اسمه عمر كاملي. عمر كاملي ايش يقول؟ اسمعني انا يقول ولا في الحلم تفوز الوحدة. ايه انا كفاعل خير يعني. وقال ولا في الحلم؟ انا كفاعل خير اقول لك هو قال ولا في الحلم. ولا في الحلم يقول تفوز الاتحاد تفوز الوحدة. طيب يعني عشان كذا الشباب فاز على مين؟ اعتمدنا على 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 وجهة نظره. الشباب فاز على مين؟ على الهلال. طيب شو المشكلة؟ مين فاز على الشباب؟ العدالة. الوحدة فازت على الشباب. العدالة. ايه والوحدة كمان. والوحدة فازت على الشباب. ايه والوحدة تعادلت مع مع الهلال. طيب إيه؟ لا تعطيني تاريخ، اعطني بكرة. لا لا هذا كلام من شهر. ايه من 3 أسابيع. خلاص الوحدة هزمت نادي الشباب إلا هزم الهلال 3. تاخذ النتائج السابقة. لحظة لحظة. لا أنا فني. أنت تستفزونا ولا تبغونا يتكلم. الله يقول لك بالأحلام. الأحلام ليش؟ الأحلام ليش؟ يا ما الاتحاد ضاعت منه بطولة بأسباب الوحدة، وهم يا ما هبطونا وكل شيء في الكرة فيه. صحيح. أنا متفق على كده. يعني تتوعدوهم من بس لا 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 أنا أتوعدهم من شيء. بس أنا فنيا ورقيا الاتحاد فريق قوي، فريق كبير بينافس على بطولة الدوري. نتكلم عن فوارق فنية. 14-14. نتكلم عن فوارق فنية. الاتحاد أفضل أفضل. ما هي القضية؟ ما هي القضية؟ فازوا حنقول لهم مبروك. لكن هم لو اتغلبوا حيقولوا لهم مبروك ويقولوا والله الوحدة فريق كبير كذا. ورا ما يقول ولا حيقولوا والوحدة أقدم من الاتحاد. الوحدة ما يغلبها غلاب. لا لا مو أقدم. طيب عندك عندك حسين. ما في شك مباراة الاتحاد والوحدة مباراة تاريخية بين الفريقين. نعم. الفوارق كلها تصب في مصلحة الاتحاد. لكن ما نقدر نتنبأ أو نحسم أو نجزم إن المباراة بتنتهي في صالح الاتحاد. أيوة حلو. يجب على الاتحاد أن يلعب مباراة من أجل دوري وليس مباراة الوحدة كمباراة يعني تنافس تقليدي. الفوارق تصالح الاتحاد، كل الوحدة حقيقة مستواها متقلب متذبذب. تقدم يعني خايفين برضو. قدم مباراة مع الشباب هي ممتازة، وجدناها قدام الباطن وأمام الفرق الأخرى تخسر. فالفوارق كلها مصبة في صالح الاتحاد. ماشي. الفيحة صعب جدا على أرضه. أنا أعتقد الأنظار كلها بكرة فيحة والنصر وحدة والاتحاد. إيه؟ إحساسي مختصر مفيد أحد الفريقين سيتعثر غدا. منه؟ أوف. إحساس. إحساس أحد الفريقين. خوف خوف. منو؟ ها؟ لا لا مو خوف ممكن مني. أبو صقر. أبو صقر. أحد الفريقين. ممكن مني. هذا إحساس. سيتعثر غدا. نبي الواقع. وش تقول؟ الواقع النصر يفوز على النصر يفوز على الاتحاد. لا هو إحساس النصر ما يفوز. لكن أنا إحساسي إنه في تعثر غدا. الفيحة صعب. أنا قلت لك لغة العقل والمنطق. هو قال إنه النصر حيفوز. لغة العقل والمنطق. الإحساس مين حيتعثر؟ سيكسب الفيحة والاتحاد سيكسب الوحدة. لكن أرجع وأقول إيه واحد منهم إحساس غريب إنه في واحد منهم سيتعثر غدا. أنت معنا بكرة؟ الاتفاق. ها؟ معنا بكرة؟ لا أنا اللي معاكم بكرة. والله براحتك. لا جاي من الشرقية. إيه معنا جاي. الساعة المباركة أجل عشان نشوف. مو معنا. إيه أنا معك. بعد بكرة. لحظة لحظة شلون من الرياض وحلقتين. لا أنا من الرياض. أنا من الرياض. هو من الرياض. شقرة. إيه من الرياض. لا الحين شقرة. شقرة. ما تدري شقرة. إلى مسقط الراس. طيب وش تقول على المباريات بكرة؟ أنا شوف. ما يبي هو. أنا طبعا الفوارق الفنية بين الاتحاد والوحدة. فوارق كبيرة، بس إني أختلف مع الأخ حسين إنه والله إنها بين متنافسين. ما في مقارنة. أنا قلت تنافس تاريخي. ما بين الوحدة والاتحاد. أنا أعتقد إنه الاتحاد هو الأقرب للفوز، النصر على الفيحة ما في مقارنة وهو الأقرب للفوز، وهذه المباراتين بصراحة اللي تستأثر بالاهتمام الكبير. نعم. يعطيكم ألف عافية، شكرا لكم لحضوركم، ما قصرتوا أثريتوا الحلقة اليوم. ونقدم لكم شكرنا في الديوانية، وشكر أيضا لمشاهدينا الكرام. تحياتي وتحيات فريق العمل، وبكرة بإذن الله موعدنا الساعة 12 صباحا في أمان الله.
شايف هاللحظة كيف الفرح بعيونهم عالم كبير، كيف الألم صاير أمل. بيدينا نغير حالهم، نصنع سعادتهم، لأننا بالخير ما نعرف حدود ودايم نجود. شاركهم بالخير وساهم بالتبرع لمركز الملك سلمان للإغاثة لدعم المحتاجين حول العالم، لأن خيرنا ما له حدود.